الحاجة اللي انت طلبتها يا ريس. عفارم عليك يا ماندو، حد شافكوا وانتوا داخلين؟ هو حد يقدر؟ ده احنا تلامذتك يا ريس. انما ايه المكان الحلو ده اللي سيادتك امرت انك تتوى فيه؟ ما هو اللي قابلين قالوها اتعب عشان تلاقي، والدنيا مسرح دراما مش مسرح غنائي. الله ينور عليك يا رياسة، كده بقى محدش هيقدر يعترف فيك. غلط يا ماندو، عشان انت ورضا عارفين مكاني، ولو وقعتوا تحت ايد عقرب هيقرركوا لحد لما تقولوا على مكاني. ده احنا تلامذتك. سامحوني يا رجاله، بالله عليكم محد يزعل مني، اوعى حد ياخدها على صدره. مش عايز اموت دلوقتي يا معلم والنبي. ماشي، هموته هو الاول. قتلتني. طب على فكره بقى الريس كان مستغل. كلب اخويا، يلا روح. خدوه. واللي حصل ده درس ليكوا يا رجاله. اللي قابلين قالوا ايه؟ اوعد وما تامنش، حرص وما تخونش، وما تركنش عربيتك صف تاني وتنزل السوبر ماركت تجيب حاجات تلاقي الكاشير زحمه فعربيتك يكلبشها الونش. بونسيرة يا كرم يا ونش. عقرب، انت عرفت مكان ازاي؟ اخر اتنين كانوا عارفين مكان، انا لسه قاتلهم حالا. رضا وماندو هما اللي قالوا لك. ما تظلمهمش، هما مش خونة، هما بس اغبياء. عشان كده اتمكرت على هيئة سواق تاكسي اللي ركبه ماندو عشان يروح يقابل رضا، واتمكرت على هيئة البقال اللي راحوا له هما الاتنين عشان يكلموك، واتنكرت على هيئة ماندو عشان اقابل رضا واعرف الميعاد. ايه ده؟ وازاي رضا ما خدش باله؟ ما انا اتنكرت على هيئة رضا، وانا اللي اديت الميعاد لماندو واديني جيت. ايه ده؟ ايه كل ده؟ كل التنكر ده ملوش لازمة. مش هتقدر تقتلني عشان الخزنة ما بتفتحش الا ببصمة وشي. ما انا هقتلك واتنكر على هيئتك وافتح الخزنة بوشي. اروح بعيد ليه؟ هتنكر على هيئة الخزنة وافتحني؟ ايه ايه؟ انت عقرب ولا حرباية؟ حرباية، بس متنكر على هيئة عقرب. ابويا زمان قال لي حكمة، قال لي لما الدنيا تغيم ويزيد السحاب بنقلع الصيفي وننزل الشتوي من الدولاب. استنى يا عقرب، الدنيا هتحرر تاني بعد الاحتباس الحراري كل يوم بشكل. استنى بس، انا برضه ابويا الله يرحمه قال لي حكمة زمان. قال لك ايه؟ قال لي الدنيا لما تغيم ويزيد السحاب، ولما الشتا يدق البيبان، واما تنادين الذكريات. انت ابن علي الحجار يلا؟ لا، انا ابويا اللي كان بيكتب اغاني لعلي الحجار. حلو قوي. طيب لما تحصله يبقى قال له اعذريني. مش هو اللي كاتب اعذريني، هو كاتب حاجات تانية. ما هو اللي يلعب مع العقرب يستحمل لدغته. And cut. حلو قوي. Next. استاذ جندي. يا سلام.
يا ريس، ايه الاخبار؟ الحمد لله على كل شيء يا سلام الله، بس ظهري هيموتني غالبا في حاجه في الفقره الخامسه. الف سلامه. الله يسلمك. بس لا، انا قصدي اخبار. انا ايه؟ وانا اعرف اخبارك منين؟ انا ما بحبش اتدخل في خصوصيات حد. خصوصيات ايه؟ انا بتكلم على الشغل يا ريس. ايه رايك في الاداء؟ اداء؟ والله ولا بحب اتدخل في اداء حد اليومين دول. امال اسال اسد بتوع البوفيه يعني ولا ايه؟ في ايه يا ريس؟ اصلا انت من اول فيلم ولا بتقول لي حلو ولا وحش ولا بتديني ملحوظه يعني. حلو يا سلام. انت المفروض جاي تعمل حاجه حلوه، لو في حاجه وحشه هقول لك وحش. ماشي خلاص ماشي. يا جندي. يا ميكس. ايه الاخبار؟ هايل هايل يا ميكس والله. شوف انا بشتغل معاك بقالي قد ايه؟ عمري ما شفتك بالحلاوه دي. ماسك الشخصيه. اكنها زي البروفا ويمكن احسن كمان. الحمد لله الحمد لله. انت ايه مالك؟ ايه؟ في حاجه؟ لا مفيش، الطبله بس هتموتني. طبله ايه؟ طبله وداني. يعني بص، لا يعني طالما انا كده تمام، لما بلف رقبتي بقى الطبله الطنين بيزيد. اول لما تلف بيحصل ايه؟ الطنين بتاع وداني بيزيد. جندي انا بفكر في حاجه، بفكر في تفصيله لو ضفناها للمشهد ممكن يروح في حته تانية خالص. قول لي. بفكر في اخره خالص ادور العربيه وامشي واكون مولع سيجار تاني واقوم راميه ورا ظهري المكان كله يفرقع. حلو، طب ما نعمل كده. ما هو صاحب المكان هنا مش موافق على حكايه الانفجارات، يعني اخرنا نصور بس. سيبك يا عم من صاحب المكان، اعملها لك جرافيكس. جرافيكس بس شكلها هيبقى فيك قوي. ايه يا سلام، انا هو انا بقول اي حاجه؟ لا مش قصدي عليك. ايه يا ميكي انت بتسخن؟ بسخن ايه؟ وفي حد يقول المخرج كده؟ مش قصدي عليه، قصدي يا ريس انت لو عملتها هنا جرافيكس يعني هتاخد وقت كتير وهتاخد فلوس كتير وفي الاخر مش هتطلع حلوه. ومين اللي قال لك ان انا اعملها هنا؟ احنا نعملها في المانيا. وبالمره شوف موضوع الفقره الخامسه بتاع الظهر دي. المانيا ده اختيار موفق جدا، بيعملوا جرافيكس هايل. لا جامدين. شكرا، تسلم ايدك. بما انك بقى فتحت الموضوع يا ميكس، انا في حاجه في الفينال عايز اغيرها. ايه؟ يعني بص، هو اللي مكتوب حلو بس انا شايف ان ممكن يطلع منه حاجه احلى. يعني بدل ما تخرج بشنطتين الفلوس وكسبنا وهي وكده، لا نشوف مظهر من مظاهر الغنى ده بقى. تبقى انت مثلا على يخت وبنات انت اللي سايقه في الميه مزيكا وتدخل بيه في مينا في اليونان. هايل هايل، دي قفله تكسر الدنيا. حلو فعلا. يعني هنسافر اليونان؟ ونسافر ليه؟ نعملها جرافيكس. احلى واحلى. يخت في الجونه واليونان جرافيكس. طب دي هتكلف كتير يا ريس؟ هتتكلف. تتكلف تتكلف عادي. ليه ليه ليه؟ حرام حرام، انت بتنتج بفلوسك اصلا، هتخسر كده. ما انت لما تدفع فلوس كويسه ويبان الصرف، لا الفيلم هيجيب فلوس. صح. يا مكي حرام مصاريف عليك، المشهد ملوش لازمه اصلا ده والله. لا بص، الناس دلوقتي اتغيرت، الناس بقت شايفه من النت حاجات بره كتير، بقينا بنتقارن ببره. لا طبعا نصرف وخلاص. جدا. ايه ده؟ مش ده المنتج اللي اسمه البرنس؟ هو ده جاي لك؟ لا جاي لي ايه يا عم، انا ما بشتغلش مع الناس دي. لا ده جاي لي انا يا ميكي. ما اعرفش، كلمني قال لي عايزك في موضوع، هشوف عايز ايه واجي بسرعه يعني. 5 دقايق يا ريس. استنى يا سلام، احنا خلاص جاهزين. معلش 5 دقايق، ولو اتاخرت اعملني جرافيكس عادي. وبالتريق؟ مش عارف، بس هو الاتيتيود بتاعه مش تمام. استغفر الله العظيم يا رب. سلومه. ايه يا برنس في ايه؟ وداخل لي جوه التصوير وعمال تشاور لي ومخيلني وانا بمثل؟ انت بتطاردني ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بس حلو الجو اللي انت عامله ده، ايه ده؟ وايه دي؟ بس عشان الراكور. انت عامل دور ايه؟ غراب؟ لا بعمل دور يوسف الشريف. انت عاوز ايه يا برنس؟ انت بتردش على تليفوناتي ليه يا ابني؟ بقالي يومين بكلمك، واحنا مش ماضينا العقد عشان ندخل الفيلم بتاعنا؟ لا معلش، احنا اتفقنا هصور الفيلم ده لما اظبط السيناريو، وبعدين السيناريو وحش جدا مش عارف اظبطه. هو انت عايز تنتج الفيلم ده ليه يا برنس؟ عشان الفيلم حلو هيكسر الدنيا. على دماغك والله العظيم، انت لو عملت الفيلم ده هتروح في داهيه. بص يا برنس، انت راجل نقاش وطول عمرك بتفهم في النقاشه، انا بقى طول عمري متربي في نادي الفيديو وسط الافلام، يعني بفهم في الافلام احسن منك، فصدقني لما اقول لك ان الفيلم ده وحش. لا الفيلم حلو، هو بس عايز وش نظافه. نظافه ايه يا برنس؟ السيناريو اصلا مخرم ومليان ثغرات. هنمعجنها ونلقطها واحنا ماشيين، وبتفرج على الفيلم ده بعد ما شطبه، يبقى هات لي واحد بس يطلع لي دفوه فيه، والله ما ادقها تاني. انت بتقول ايه؟ سيبك من ده كله، النهايه بتاعت الفيلم اصلا مش محبوكه. طيب ما ده مقصود، هي مش محبوكه، هنحبكها احنا؟ لا احنا كده بنتكلم في عبث، انا واقف على الارض وانت قاعد لي على السقاله بتبيض، ده شغل نقاش يا برنس. بقول لك ايه يا ابني؟ نقاش هنجاره سباكه، الفيلم خلاص انت ماضيه،
وبعدين انا حجزت استوديو ممثلين واخد عربون قد كده، قلت لي انا عايز 50% من العقد بتاعي اديتهولك. بص يا ابن الناس، التمثيل مش بالعافيه، لو مش عايز تشتغل في الفيلم ده او النبي يبقى ترجع العربون علشان الحق ادرب ممثل تاني غيرك. طيب خلاص يبقى اتفقنا، ارجع لك العربون، اديني بس شهرين ثلاثه اظبط. نعم شهرين ثلاثه ده ايه؟ ده انا اجلت التصوير عشانك اسبوع. بص يا سلام، التصوير بكره، لو ما جيتش يبقى قدامك حل من اتنين، يا ترجع العربون يا احبسك بالعقد اللي انت ماضيه. سلام يا سلام. يلا يا باستيلا يا ابني، يلا يا اولاد. خد يا برنس تحبسني. يا برنس يا برنس يا برنس، احنا لسه ما اتفقناش. الله يخرب بيتك بوظت الشغلانه. بس ادي اللي حصل. يا نهار اسود، وانت ازاي تعمل حاجه زي كده يا سلام؟ انت صغير تمضي الفيلم من غير ما تقراه؟ طب انت خدت عربون؟ انا واخد 50% عربون. المشكله ان انا حطيت العربون دوت على تحويشه عمري عشان اشتري بيت جديد. انا كل اللي احتكم عليه دلوقتي 30000 جنيه بس. 30000 جنيه؟ انت عايز تقنعني ان طول سنين حياتك بتشتغل كل اللي تحتكم عليه 30000 جنيه؟ ما كله رايح على الاقساط يا مك. ايش حال استاذ شريف منير عليه اقساط لحد دلوقتي؟ هو لسه عليه اقساط؟ لا بس هانت، فاضل له قسطين بس. بعدين مين اللي بيتكلم اصلا؟ طب انت يا مك تقدر تقول لي بعد ما حطيت تحويشه عمرك كلها في الفيلم اللي انت بتنتجه ده فاضل معاك كام؟ 100000 جنيه. كم؟ 20000 جنيه. 20000 جنيه؟ وعمال تعمل لي في جرافيكس واستاذ جندي يسوحك يقول لك نعمل اليونان ومركب وانت تقول له ماشي؟ ما انا بقول يعني ده استثمار، يعني اكيد اللي دفعته ده ان شاء الله ربنا هيكرمني والفيلم هيجيب اضعاف. ان شاء الله ربنا يكرمك في الفيلم يا رب، ينجح طبعا نكسر الدنيا يا رب. بعدين اكيد البرنس يعني بيهلفط بيقول اي كلام، اكيد يعني مش هيحبسني بجد. لا يحبسك. يحبسني ازاي؟ ما هو رافع قواضي على حمدي المرغني وعلى ثروت. ايه ده، هما مش حلوا المشكله دي؟ اتحلتش. لا حمدي خد 3 سنين سجن بس هرب. هرب؟ يعني حمدي مش في الكويت بيصور مسلسل؟ كل ده تمويه، يعني هو كل ده هربان. وثروت؟ البرنس خده مشغله صبي محاره في شقه في المتميز في اكتوبر. كل ما اعدي عليه الاقيه بيطفي سجاير تحت ودانه. ايه ده؟ وانت ايه اللي بيوديك الشقه؟ ما دي شقتي، ما هو بيشطبها لي. فكرتني، يبقى اكلم البرنس ونبي يقول له بس يشد على ثروت شويه، لانه مرازي السكان في العماره، كل ما يقابل حد يقول له محاره يا سيح ويعمل حاجات كده، فمش مصدعه. طب وبعدين يا مكي؟ انا ولا ينفع اهرب ولا بفهم في النقاش اشتغل مع حتى صبي نقاش، اعمل ايه؟ دبرني. اتكل على الله واعمل الفيلم. بجد؟ بس انت بس اشتغل على الورق شويه، ظبطه كده وخلاص، خليه منطقي يعني، توكل على الله، مش هيلزق فيك يعني. روبرت دينيرو مثلا، ما هو ساعات بيعمل افلام مقاولات ويرجع يعمل افلام ياخد اوسكار. صح، انا برضو بقول كده. المهم يا بس انت مش هتزعل؟ انا ازعل ليه؟ ما انا هبدا تصوير مع البرنس بكره، يعني هعطلك الفيلم 3 اسابيع لحد لما اخلص واجي لك تاني. تعطل مين؟ انت تخيب يا سلام. والديكورات اللي انا ايه في ايه؟ هتخسرني فلوسي؟ بقول لك فاضل لي 20000 جنيه. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. عايز نصيحتي؟ اه والنبي انصحني بجد. اعتذر على الفيلم. هيلزق في تاريخك طول عمرك. احنا خلاص بقينا في عصر السوشيال ميديا دلوقتي، اللي بيعمل حاجه وحشه بيلزق فيها. روبرت دينيرو مثلا عمل افلام مقاولات، تسمع عنه حاجه؟ بص هو مش رجع اشتغل تاني وبقى احسن من الاول؟ لا ده داستن هوفمان، هم بس الناس بتتلخبط ما بينهم. فاهم مكي؟ انا بقول لك انصحني ولا حيرني؟ ما موضوعك بصراحه ملعبك يا سلام، يعني مش عارف اقول لك ايه صراحه. اقول لك انت تعمل زي اسماعيل ياسين في فيلم جزر، تجيب واحد شبهك تسلمه ولا؟ انت بتهزر يا مكي؟ بس اقول لك ايه، ما هي مقفوله. احسن احسن عنه ما اتعمل. ايه في ايه؟ مهرجان المزاريطة بعتين لي رسالة بيقول لي اتلغى. اتلغى ليه؟ بيقول لك حزلقوم مرشح نفسه لرئاسة النقابة فاتخانق مع أشرف زكي باليد وحصل مشكلة كبيرة وباسم سمرة بيصالحهم دلوقتي. باسم سمرة؟ ده خبر بجد ولا بتهزر؟ اه بجد. أحسن أحسن إنه اتلغى. مهرجان كان عرة أصلا. مهرجان المزاريطة. ايوه يا سيدوني، الصفقه تمت والفلوس معايا. ايوه اديت الراجل اللي بيتش بادي والتوكيل واداني 50000 جنيه، عدتهم 7 مرات زي ما انت قلت لي. بس حصل حاجه غريبه، اول مره بعدهم طلعوا 50000 مظبوط، تاني مره طلعوا 49500، تالت مره بعدهم طلعوا 50200. فضلت على الحال دي يا سيدوني لحد لما في مره بعدهم طلعوا 52000 جنيه، خدتهم ودريت. بقول لك يا سيدوني، هو اللي حصل ده ليه علاقه بالبورصه؟ ملوش. ايوه انا مسافه السكه ودايلك. بقول لك يا سيدوني،
هو ممكن تسلفني 10,000 وارد عملة 9,000؟ لا، ما هو انت تعمل زي وتقعدهم لحد ما يطلعوا 10,000. اعوذ بالله، الطمع عمى قلوب الناس. ازيك يا اجرس؟ اهلا وسهلا. ايه مالك يا ابني؟ في ايه؟ هو انت؟ انا. بص يا اجرس، انا كنت جايلك عشان عاوز في يالا ولا خد شي. ولا خد شي. يا اجرس انت بتجري ليه؟ انت متخلف يالا؟ يعني لو عايز تجري مني وتعمل مطارده هتعملها بحمار؟ وانت يعني بتطاردني في لاس فيدس؟ احنا هنا في المزاريطه مفيش غير حمير. طب وانت اصلا بتجري مني ليه؟ واه، مش انت عاوز تنتقم مني عشان اتحبست بسببي في مهرجان المزاريطه؟ اكيد اكيد قعدت في السجن تفكر وتخطط وتلعب عجله وضغط ليل ونهار لحد لما حضرت الخطه اللي هي، وده عشان تنتقم. ايه ده؟ ايه المخ المريض ده؟ انزل يا ابني بلاش عبط. لا ما هنزلش. شي شي. واه، هو ما بيدريش ليه؟ ما اعرفش، يمكن عشان مربوط. ايوه صح، انزل يا هجرس، انزل. انا عايزك في مصلحه. لا انا ما انزلش غير لما اطمن. هو انت فاكر نفسك كده محمي يعني وانت فوق الحمار؟ يعني مش هعرف امد ايدي واجيبك من قفاك؟ ايوه صح صح صح، خلاص خلاص. يعني انزل ومش هتعمل لي حاجه؟ حاجه؟ ايه حاجه دي؟ حاجه تعمل لي حاجه؟ اصل انا بقول الديم دال. صدق تفصيله مهمه. لا ما تخافش، انزل وانا مش هعمل لك حاجه. تعال. اقعد. ها، ايه المصلحة اللي انت عاوزني فيها؟ شوف يا هجرس، بصراحة كده انا بقالي فترة عندي حالة اكتئاب، زهقت من حياة الاضواء والشهرة، نفسي بقى ارجع للحياة الطبيعية العادية دي. انت عارف الفنانين دول مظلومين جدا، حياتهم قاسية، الناس بتشوفهم من بره حياتهم براقة وحلوة، وهي فعلا حياتهم حلوة جدا، يعني بياخدوا فلوس كتير، كل الناس بتقعد تشاور لهم، يمشوا في الشارع يا فنان يا سلام يا فنان يا سلام، البنات تتحدف عليك من كل حته عايزه تتصور معاك، كل الابواب بتتفتح لك، تدخل اي مطعم تاكل ما تدفعش. انا لسه من يومين في كبابجي فاتح كده اهوت عايزني اروح عشان ايوه ويتوش الملوخيه وانت تسقيفه كبيره. بالظبط كده. فانا هجرس عمال افكر ازاي اهرب من حياتي دهيت واعيش حياه طبيعيه. وقعدت افكر لحد لما افتكرتك وقلت ليه انا وهجرس ما نبدلش حياتنا، انا اخد شخصيته وهو ياخد شخصيتي، ونستغل الشبه اللي بيننا ده. ايه دي؟ شبه ايه اللي بيني وبينك؟ انت شايف ان مفيش شبه بيني وبينك؟ لا، ما هو لو عملنا شويه حاجات صغيره كده يبقى في شبه بيني وبينك، يعني مثلا الشنب ده تحلقه. واه، معلش هتحلقه. شعرك برضو يعني تصبغه اسود. ما هو اصلا اسود. لا يا راجل، يعني انت عامل كده بمزاجك؟ يعني دي مش حادثه من وانت صغير مثلا زيت عباد الشمس وقع على دماغك؟ كرياتيفتي. كرياتيف، حلو حلو، جميل جميل. بس انت بقى تعمل كل الحاجات ديت، وانا برضو معلش يعني اصورك كده صوره وابعتها لإيهاب محروس المكير عشان يعمل لي شنب زي شنبك، وشعري برضو نفس اللون دهوت. ده ايه اللون ده؟ ايوه، انت عاوز نعمله زي فيلم اعدام ميت كده. بالظبط، فيلم اعدام ميت. يعني انا ابقى محمد سلام وانت هدرس؟ مظبوط. يعني انا ابقى ممثل؟ ايوه يا ابني. واه، وهجيب غادة ابراهيم؟ هتقابل. اشمعنى غادة ابراهيم؟ نفسي اتعلم منها فن الكاريزما. هتتعلم ان شاء الله فن الكاريزما. المهم يا هجرس، انت موافق؟ ايوه طبعا موافق. حلو كده، بقى ما فاضلش غير ان انا اعرف شويه تفاصيل عنك وانت تعرف تفاصيل عني عشان ما نكشفش. ايوه صح صح، انت صح. طب قول لي، بتحب البيتزا اطراف ساده ولا محشيه؟ هي دي التفصيله اللي هتكشفنا يا فنان. بوسي كشفت محمود عبد العزيز من شعرايه في ظهره. انت الفيلم واكل دماغك ولا؟ بس صح، انت بتتكلم صح. ماشي يا سيدي، انا باكل البيتزا ساده. اكسترا موتزاريلا ولا من غير؟ لا كده مش هنخلص. في ايه؟ بص انا ما باكلش بيتزا خالص. طيب بالنسبه للكريب، تحبه محشي دبن؟ ايه يا ابني، انت جعان ولا بتعمل اوردر؟ بص انا هكتب لك كل الحاجات اللي انا بحبها في ورقه. ماشي. طب سؤال مهم بس تداوبني بصراحة. اتفضل. يعني هل في بينك وبين ممثلك ده أو منتدك ده أو مخرجك ده علاقة كده ولا كده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لا طبعًا مفيش. يا خسارة. طيب إيه نوع التنازلات اللي أنت قدمته عشان توصل وتبقى ندم؟
تنازلات ايه يا حيوان انت؟ انا ما عملتش حاجه من دي خالص. امال عملت ايه؟ مو انت ولا موهبه احمد زكي ولا ابناء الفنانين؟ وصلت بمجهودي. انا بقيت فنان بموهبتي يا هجرس. انا حفرت في الصخر، نمت على الرصيفه، كنت بوفر نص جنيه اللي هروح بيه عشان اشرب شاي مع اصحابي. كنت خلاص اهدي، واحنا قاعدين في برنامج. ايوه صح، بمناسبه البرامج دلوك لو شيخ الحركه ليموني عشان اروح، وشيخ الحاره زنقني في سؤال وانا ما عرفتش ارد اقول له ايه. يا ابني خلينا في المهم، خلينا في المهم يا هجرس. بص يا هجرس، انا دلوقتي بقى عايز بطاقتك او باسبورك عشان الحق اهرب. واه، تهرب من ايه؟ اهرب زي ما قلت لك من حياه الاضواء والشهره. صح. عموما اطمن يا فنان، انا كل اوراقي شايلها في شكمديه دوه الدولاب بتاعي. شكمديه يعني الشنطه دي؟ طب ما فيهاش محفظه، بطاقه؟ لا دي ما فيهاش غير. واه، فيها ايه الشنطه دي؟ ما فيهاش غير شويه لب وزداني عشان طول ما انا ماشي السله. المهم يا فنان ما تكروتنيش دلوقتي، انا عرفت عنك كل حاجه، انت كمان لازم تعرف عني كل حاجه عشان ما تتكشفش. اتفضل قول. دلوقتي معظم الناس لما بتطلع من الحمام بتغسل يدها. معظم ايه؟ كل الناس بتغسل ايديها لما بتخرج من الحمام. انا ما بغسلهاش. ومالك بتقولها بفخر ليه كده؟ دي عفانه يا ابني. لا دي شخصيتي. حاجه تانية، عندك معظم الناس بتغير غياراتها الداخليه مره كل اسبوع 10 ايام مثلا. وايه اللي 10 ايام؟ انت ايه يا ابني؟ خرتيت؟ بقول لك انا مش عامل العفانه دي. لا يا فنان، انشف كده، انت داخل على شخصيه معقده. قصدك شخصيه معفنه. واه، بمناسبه النظافه عندي سؤال. اتفضل. بتنيل ايه تاني انت دلوقتي؟ الحمام اللي عندك في البيت بقعده واحده ولا بقعدتين؟ وايه اللي بقعده ولا بقعده؟ يخرب بيتك هجرس، هي قعده واحده والتانيه بايدين. بايدين؟ بيعمل ايه بالايدين؟ فنانين. اقلع يا هجرس، اقلع، هات هدومك دي، هات. تعال هنا يا واد، تعال. استر يا رب. سلام عليكم يا أما. كنت فين من امبارح يا واد؟ مفيش، كنت سهران مع أصحابي. ما علينا، رحت المشوار اللي أنا قلت لك عليه؟ مشوار إيه؟ مشوار خالتك. مشوار خالتي، رحت وما لقيتهاش. يا مري! إيه؟ يا لهوي يابا! إيه؟ ما لقيتهاش، يعني الجثة سرقت؟ يا خالتي دي ميتة؟ ما المشوار ده أروحه إزاي يعني؟ أنا مش قلت لك تروح المطبعة عشان هيدوك أذكار الصباح والمساء عشان نوزعها على ثانوية خالتك بكرة؟ دي بقى تقولي رحت المطبعة مش مشوار خالتك؟ أنتوا إيه بتفكروا إزاي؟ مالك يا دي هجرس؟ مش على بعضك ليه؟ معلش يا أبوي تعبان شوية. حقك عليا يا أبوي. أبوي؟ أبوك إيه؟ انت فيك ايه يا واد؟ انت مش عارف ابوك من محصل النور؟ قوم شوف الواد ده وشوف خشمه. ايش انا فاكك ولا ايه؟ وشوف دراعه كمان لا يكون مدمن. لا ادمن ايه؟ لا مفيش. وريني دراعك ياض. انت ايه بتشم ايه؟ شم خشمي مش شم دراعي. انت وريني خشمك ياض. انت بتقرا العداد ولا ايه؟ في ايه يا حاج؟ اقعد يا حاج، مفيش حاجه ياما. حاجه؟ مفيش حاجه. ايه؟ مفيش حاجه. انا فاهمك ياما، اصل انا رحت للدكتور قال لي ان انا عندي جسر نظر، لازم اشوف الحاجه من بعيد علشان اعرف اميزها. ثانيه واحده ياما. ايوه صح، محصل النور اهو. ايوه هو محصل. اهدي، وانت ايه اللي مقعدك مع محصل النور لوحديكوا؟ فيها ايه يا واد؟ ده ولد عمي. طب ما تعرفيه من الاول على انه ابن عمك. ليه بتعرفيه على انه محصل النور؟ ده انتوا عيله غريبه، ده انتوا مدانين. هاي. كلكم مدانين. صحيح. روح يا ولدي روح. لا 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 لا، انا لو قعدت ساعه كمان هتفضح. ايه ده لا، انا اخد الباسبور واطير اطير. معلش بقى يا هجره سامحني، يعني 3 4 سنين في السجن معلش اكيد انضف يعني من العيشه اللي انت عايشها دي. فلوس فين؟ فلوس. الحمد لله انتوا اللي فاضلين لي، انتوا اللي فاضلين لي دلوقتي. فين بقى الشكمجيه يا عم هجرس؟ يا ترى مخبيها فين بقى الشكمجيه دي يا عم هجرس؟ مش
مخبيها ولا حاجه، حطيتها كده. ايه ده؟ فاكرها دي زمان قوي. علبة كليوباترا فاضية، شكرتون، وإيه الكازوز ده؟ إيه ده؟ مبروك كسبت دقايق؟ مش فاهم يعني هي دي ثروتك يعني ولا إيه؟ وإيه البذر ده؟ إيه البذر ده كله؟ مستر استفندي، إيه القرف ده؟ ليه؟ زلطة، زلطة عادية يعني، مش حجر كريم يعني، مش مرمر ولا عاج، تخلف، متخلف. حميد الشاعري يا عيني، بحب حميد الشاعري. اعمل ايه بقى؟ هاري سويت، هو انت ما جددتش البطاقه من ساعه ما كانت عامله كده؟ يعني ايه؟ الواد العبيط ده ضحك عليا انا؟ ضحكت عليا يا هجرس؟ ضحكت عليا؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايوه ايوه هو ده سلام، تعالوا تعالوا. ايوه صح، سلام سلام. فوقي فوقي سلام. ايوه ايوه انا سلام صح، احنا كنا مستنيينك من الصبح. ايوه بقالنا كتير قوي مستنيينك. ايه ده مستنيني ليه؟ هو عليه فلوس ولا انتوا عاوزين الاداره؟ لا لا احنا عايزين نصور معاك. انتوا المعدبين والمعدبات. أيوة. ايوه يلا نصور. احنا بنحبك قوي على فكره. قوي. ايه ده انت بس ولا انتوا كلكم؟ كلنا. لا كلنا. كلكم بتحبوني؟ ايوه. خلاص يبقى نتجوز. ايه ده في ايه؟ ايوه مش انتوا بتحبوني وانا بحبكم؟ ابعت اديب المازون ونتجوز دلوقتي. اشمعنى دعفر العمدة؟ ايه دي؟ سو كلوز. يلا مش مهم. ايه دي؟ انا همشي كل دي لوحدي ولا ايه؟ يلا. ايه دي؟ ايه العز دي؟ قاعد في عزبة ابن اللذيني. اطيان اطيان. مراعي مراعي خضراء. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محمد. الله يسلمك. ازيك؟ أنت فرد؟ فرد؟ قصدي أنت أنت الغفير؟ أيوه أنا فرج الغفير. أيوه ما أنا عارف. وبتروي إيه يا فرد؟ أنا يعني ولا شايف شجر موز ولا شجر كمثرى ولا حتى في دردير في الأرض. دردير؟ إيه الدردير ده؟ دردير اللي بناكله مع دبنا. جرجير. من أيام ما اتحلت عليك يا أستاذ محمد نزرع شوية جرجير ولا شوية نعناع وأنت اللي ما بترضاش بالكلام ده. اهدي. يعني نكلفوا نفسينا ميه وسماد من غير ما نستفاد؟ لا 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 انسى يا فرد، شغل المرقعه ده خلاص خلص. واه مش انتوا بتقولوها كده؟ هي ايه؟ المرقعه. ايوه بنقولها كده. طب بص يا فرد، احنا اول حاجه هنعملها هنعمل اعاده تشكيل للدنينه. الدنينه؟ ايوه الحديقه يعني. بص يا فرد، احنا هنزرع كلها كيوي ودراجون فروت. اشمعنى الاثنين دول يعني؟ عشان عمري ما شفتهم، على طول بسمع عنهم بس. نفسي اشوفهم، ايه هم الكيوي ودرات الفروت دول؟ تمام اللي تؤمر بيه. ماشي. وهنعمله في اخر الدنينه هنعمل ايه ده؟ هو اللي انا شايفه هناك ده صح؟ البسين؟ ايوه ده بسين صح؟ ايوه البسين يا استاذ محمد. ينفع انزله؟ طبعا ممكن تنزل. بكم التذكره؟ من غير تذكره. ايه ده؟ ناس بتنزل من غير ما تدفع فلوس؟ ايوه من غير فلوس. طب بقول لك يا فرد، انت هتجيب يافطه كبيره على الباب وتكتب عليها تذكرة البسين بخمسين دنيه. تمام؟ تمام. وانسى كيو والدراجون فروت دي، احنا نزرع الدنينة كلها ذرة. ذرة؟ ايوه ذرة. اشمعنى الذرة يعني؟ صح صح معايا يا فرد، دلوقتي لما الناس تنزل البسين وتطلع مش هتبقى جعانة؟ هتبقى جعانة وعايزة تاكل. احنا زارعين ذرة، نقطف ونشوي ونديهم، نص نشويه ونص نعمله في شار. انت بتتكلم بجد يا استاذ محمد ولا بتهزر معايا ولا بتمالس عليا ولا ايه الموضوع؟ ايوه طبعا بتكلم بجد. بجد؟ بكلم بي 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 بكلم كويس. انا انت مستغرب ان انا بكلم كده يا فرد صح؟ ايوه انا فاهمك يا فرد، اصل انا بعمل دور جديد، الدور ده لازم اتكلم فيه لكنه مختلفه كده. فهمت. ايوه ايوه. بعدين انت هتتسمر معايا ولا ايه حيوان انت؟ ايه الروس هتتساوى؟ يلا روح نفذ اللي قلت لك عليه واتبع للفلاحين وهات لي الكرباط والحصان الابيض. يلا لا حول ولا قوه الا بالله. واه واه ايه دي؟ ايه السفه دي؟ كل دي تحف. ايه دي؟
والله ولعبت معاك يا دي هدرس. ده انا هفطر كل يوم بيض بالبسطرمة. دي على كده احمد عز عايش في ايه؟ الو، ايوه انا محمد سلام. تصوير ايه؟ اه فيلم مع احمد مكي النهارده بالليل. لا هادي هادي طبعا. ايوه بقول لك هادي، قصدي هكون عندكم في الميعاد. امال هادي مين؟ هادي البدوري. ايوه قاعد جنبي بيقول لي على اعلان، بيقول لي اقول بربر وتشتش. ايه هادي الاعلان دي؟ لا مش هعمله. مع السلامه. مع السلامه. وبعدين حرف الدين دي هيوديني في داهيه، لازم علاد دودل. استغفر الله العظيم يا رب. ايه دي؟ روح بيها فين دي؟ ايه دي؟ ده ولا عنده شهادة ميلاد ولا عنده أي حاجة. رد رد يا حيوان رد. ولا خد تعالى هنا. بس يا عم سيبني في حالي. ايه؟ بلا مؤاخذة همني الحالي يا عم، همني الحالي. وهي المشكلة في تركيبة الجملة؟ المشكلة في عم. من امتى بتكلمني كده؟ امال اقول لك ايه؟ هو في ايه النهارده؟ ضرب ابوك بالقفه ومخربشه في رقبته ومديله شلوت وعمال يعيط بره وبتقول لي انا يا عم، في ايه بالظبط؟ ايه ده؟ واللي خربشته ده ابويا؟ انا لقيته راجل جاي بيثبتني ويقول لي طلع اللي معاك، افتكرته حرامي. طب ما هو حرامي ودايما بياخد اللي في جيبك كله، بس في النهايه ابوك، تديله احترامه. وبعدين احنا بنتكلم في ايه من اساسه؟ فين فلوس الباجي؟ فلوس ايه؟ البيتش باجي بتاعي. بيتش باجي ايه اللي في الصعيد هنا؟ وانت اصلا في الصعيد بتعمل ايه باللبس اللي انت لابسه ده؟ انت ايه؟ انت هاري بوتر ولا اندرتيكر؟ انت شكلك بتستعبط. عايز تضرب على الفلوس؟ الشنطه دي فيها الفلوس مش كده؟ هتوريني؟ نزل يدك. ايه؟ انت بتمد ايدك عليا هدرس؟ طب ما تمد ايدك على ابوك وعادي، عشان انت مش متربي وانتوا اصلا عيله زباله في بعض. انما عليا انا؟ انا هدرس؟ انا اللي لميتك بالحقول والازقه واكلتك وشربتك وعملتك بني ادم؟ معلش حقك عليا. وانت ايه عندك دار ايتام ولا ايه؟ طيب لو انت هتكمل في الاستعباط انا هعرف اظبطك ازاي. انت قطعت كل الاسباب، انا هكلم البوليس. بوليس؟ لا استنى استنى، استهدى بالله استهدى بالله بس يا انت اسمك ايه؟ المعلم سردينه. طيب بص يا معلم سردينه، أنا عايزك تحكي لي الموضوع من الأول وأنا أقول لك على كل حاجة. ولا هو أنت ضارب حاجة؟ ضارب حاجة ولا فاقد الذاكرة؟ أيوة الله ينور عليك، هو كده. أنا عاوز أقول لك كده من الصبح أنا فقدت الذاكرة. طب وإزاي فاكر إنك فقدت الذاكرة؟ وفقدتها إمتى أصلاً؟ أنا كنت معاك لحد إمبارح بالليل. ما هو بعد ما سبتني إمبارح بالليل على طول. أنا دخلت البيت فدخلت الحمام آخد شاور، فقعد في البانيو. بانيو ايه؟ بانيو ايه يا ابو بانيو؟ ما انا عارف الحمام اللي عندكم هو خرطوم، نص خرطوم، وبتستحموا بيه كلكم فوق الكابينيه البلدي. لا ما هو انا ما كنتش في بيتنا، انا كنت عند خالتي. طب كمل يا روح خالتك. بس قعد في البانيو بمد يدي عشان اديب السشوار، فوجعت الشاور دل. الشاور دل وجعته فتزحلقت في البانيو. ايه؟ تزحلقت؟ انت قلت تزحلقت؟ أنا أول مرة أسمع الكلمة دي في الصعيد. يعني إيه زحلقت؟ زحلقت إيه؟ دي كلمة مش موجودة في الصعيد من أساسه. وبعدين ثانية واحدة، خالتك دي ساكنة فين؟ في دبي؟ ومن إمتى عندك خالة؟ اسمها إيه؟ خالتي اسمها إهدي. ما أنا فقدت الذاكرة، هعرف كيف؟ كيف؟ حلو قوي، حلو قوي الاستعبطاية دي. تمام، أنا عارف مين هيرجع لك الذاكرة. أنا أروح أجيب الكبير. الكبير ده عمي ولا ده راجل مسن يعني كده؟ لا هتعرف مين لما يمسكك السلك عريان، هتعرف مين. استهدى بالله، بس استهدى بالله يا معلم سردينة. انا بس مين سردينة؟ ما اسمك ايه؟ شلبي سولوفانا. طيب استهدى بالله يا استاذ شلبي، تعال نشرب حاجه. انت مكمل؟ مكمل لسه في الكلام؟ مكمل برضو؟ خلاص انت قفلت كل حاجه، انا هجيب لك الكبير. ما اسمك ايه؟ ايه القرية دي؟ ايه ده؟
وانا اتحبست هنا ولا ايه؟ ديدي دابر دبل ضرر ديد من دير ده دملة صعبة قوي. ديدي دا ديدي دابر ديدي دابر دا مش مهم، هفضل قاعد هنا لحد لما اقولها. ايه الغباوة دي يا هدرس؟ ما انت بتقول الديم اهو، خد الديم بتاع قاعد حطها في الديم بتاع ديدي. ايوه صح، جدي دابر جدي دابر دجاب. جدي وائل جدي وائل جاب لي جرار جديد من جرجه. جدي وائل جاب لي جرار جديد من جرجه. جدي وائل جاب لي جرار جديد من جرجه. ايه ده؟ الحمد لله. ايوه اجوس عليها كده عشان جاي من جاي من ايه ده؟ انا طيرت الدال. مش مهم، ما احنا ياما قلنا دال. جدي جدي جابر جاب. ايوه يا استاذ سلام. واو معلش، اصلي كنت طول اليوم في البسين وكنت سايب الموبايل. وبعدين يا استاذ سلام ازاي يكون عندي تصوير مع الاستاذ احمد مكي وما تقوليش عليه؟ انت ولا اديتني ورقه جراه ولا حكيت لي عن الشخصيه. ايه الغيره الفنيه دي؟ ايه فلوس البيتش بادي؟ البيتش باجي؟ لا انا معاك، انا معايش في معلش السمكه بك. ايوه انا ايه دي؟ يعني برضه ليستني وعملت اللي في دماغك يا سلومه. سلومه؟ طيب ممكن اعرف ايه اللي كان في دماغي وانا عملته؟ وبعدين انت مين؟ كمان انا مين؟ انا اللي هوريك من العذاب الوان. تحب انهي لون فيهم؟ الباليتا كلها تحت امرك. ايه دي؟ اهي، تحب البستاج ولا الاصفر الكناري ولا الاصفر اللي بيضحك ولا الاصفر اللي مش بيضحك؟ حيرتني، كلهم نفس السعر؟ كلهم نفس السعر. طيب انا لو عملت الاصفر المبسوط ده مع البيبي بلو هصدع؟ لا خالص صدع. عشان ده يعني بيبي وده بيضحك. قوي قوي، ندربهم لك مع بعض، نعمل الاثنين كده فوق على الوش كده من فوق والباقي بقيه الوش والمناخير. ده انا همرمط بيك الارض قبل ما اسلمك للبوليس. بس انا مش هينفع اسلمك للبوليس وانت على المحاره كده. انت فيك شويه شغل محتاجين يتلقطوا. يلا يا اولاد انا عايزكم تخلصوا لي المرمه دي في اسرع وقت. ثانيه واحده ثانيه واحده، انا ما عنديش مشاكل ان اتضرب، بس اعرف الاول انا بتضرب ليه. اهو كده بفتري عليك، انا راجل لعين يا اخي، انا هقعد اتحايل عليكم عشان تخلصوا الشغل ولا ايه؟ معجنوه. استنوا يا رجاله. ايه ايه دي؟ في نجاشين محترفين يبداوا الشغل على طول كده من غير الاول ما يشربوا كوبايه شاي. شاي؟ سكتيني من ايدي اللي بتوجعني. ماشي، اعمل لنا براد شاي نظبط بيه دماغنا قبل ما نبدا الشغل. وبالمره شغل لنا بوديع حلف القمر. وانا مش هنزل للقمر حلفان. اتفضلوا اتفضلوا، تعالوا يا رداله تعالوا. يلا يا ولاد. ما شاء الله، حط له بس قطره في العينين. حاضر يا ريس. ميكي عايزك في حاجه مهمه. حالا بس ببرقع الصقر. لا تبرقع ايه؟ في مشكله لو ما اتحلتش هنتبرقع كلنا. طب وديه عند الشوايين. خير؟ سلام، المفروض يجي التصوير من 4 ساعات، ما جاش لحد دلوقتي. ازاي يعني؟ النهار هيطلع، ده بيضرب اليوم. يعني ايه؟ طب ما تكلمه خير. كلمته اكتر من مره تليفونه مقفول. طيب خير، روح انت شوف كده، حاول توصل له، ولما توصل له لغيني. هبعت له حد على البيت. ماشي ماشي. ايه ده ايه ده يا معلم؟ احنا كده كده بنعمل مشهد تاني قبل ما يجي، فتعال نبص تحت رجلينا. ايه المشهد؟ بص يا سيدي، انت هتبقى متعلق مكان عشماوي كده. عشماوي؟ صباح الفل يا استاذ مكي. هو البتاع دي امان؟ امان امان جدا. حلو، انت هتبقى متعلق مكان عشماوي وهتبقى ارفع ايدك كده يا عشماوي. هتبقى رافع ايدك زيه كده، فانت هتبقى رافع ايدك كده اكنك ماسك في ديل هليكوبتر. يعني هنصور يوم تاني مع هليكوبتر؟ لا، ونصورها ليه؟ احنا هنبنيها جرافيكس. اوكي. فانت هتبقى ماسك وانا هحط بقى مراوح من تحت وكانها قاعده بتلف بيك بتلف بيك، فاهم؟ تقع بينا على سطح العماره نبدا الاكشن. بالظبط كده. بس بص بصراحه، موضوع سطح البيت ده انا شفته حاجات كتير واتعمل كتير، فانا عندي فكره. انت قلت لي افكر واسرح بخيالي وما يهمنيش فلوس. براحتك. ننزل فوق سطح الهرم وتحديدا خوفه ونكمل المطارد عليه. حلو،
حلو، بس عندي مشكله. ايه؟ يعني يوم تصوير الهرم غالي جدا، وبعدين تصاريح وكلام. عندك حق. طب ما نبني الهرم جرافيكس احلى، بس دي هتكلفك. خلاص بص، هو بند الجرافيكس ده باص خلاص. ارفع ايدك يا عشماوي. البتاع دي امان. امان اثبت لك. امان يا عبد الله. امان. ما ردش عليك. ما هو ما جاش لسه، بس لما هيجي هيقول امان اكيد. انا قلبي مقبوض يا عم. ما قلت لك امان. مش من البتاعه دي. امال من ايه؟ من سلام. حلو. انا بفكر بصراحه اعيد مشاهده كلها وامشي من الفيلم. تعيد ايه؟ هتعيد 10 ايام تصوير يا مكي؟ تعيدهم. انا مش ضامنه بصراحه، شامم ريحه غدر، حاسه هيورطنا قدام، بيحطني تحت درسه. لا انا مش معاك يا مكس، دي فلوس كتير وانا بكلمك في فلوسك انت. يعني هي مش كل حاجه الفلوس يا جندي، ما انت برضو كرييتيف، يعني شوف حل. نفكر لها، فكر لها في حاجه. حاجه اخيره بقى، البريك اتاخر، فانا لما سالت شباب الانتاج قالوا لي ان انت ما طلعت لهمش فلوس عشان يجيبوا اكل. هي معجزه قوي كده يا معلم؟ يعني بص يا مش معجزه. طب انا عندي فكره. ايه؟ انتوا تفرشوا الترابيزات والناس تقعد وتعمل نفسها بتاكل. yeah. وانا احط الاكل جرافيكس. امان 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 امان. الراجل مات. امان تمام يا عبد الله. امان امان. عبد الله مين؟ عبد الله ما جاش. هيجي يقول امان والله. روح انت البس. بس البس والله شكلي هلبس فعلا يا جندي. تلاش تلاش هنيا. الله يهنيك. انا اعمل دور شاي كمان. لا كفايه بقى شاي، احنا شاربين 90 كوبايه شاي لما بطننا عامت. خلينا بقى في المفيد. ايوه خلينا في المفيد. اللي انا فهمته يا برنس انك عاوز تضربني وتحبسني عشان انا ما رضيتش اعمل الفيلم بتاعك. معلوم. وفي نفس الوقت مش عاوز اردع لك العربون، مش كده؟ مظبوط. طيب لو انا عملت الفيلم بتاعك مش المشكله تتحل كده؟ اه طبعا تبقى المشكله اتحلت. خلاص اعمل الفيلم بتاعك، بس اخلص الفيلم بتاع ميكي وبعدين ادي. لا ميكي ايه؟ مفيش فيلم مع ميكي. ميكي ده ايه؟ انت هناك بتعمل صديق البطل، لكن انت عندي هنا بطوله. واه بتتكلم حاج؟ انا البطل هنا؟ ايوه. ما انت فاهم ايه؟ مره رافض ليه المجنون ده؟ هو مين ده؟ الفنان اللي دوايا. اه طيب اذا كان كده يبقى المشكله اتحلت خلاص. بس يكون في معلومك ان اليوم اللي انت خسرته لي دوت هيأثر على الانتاج. اه فهنضطر نوفر شويه. حقك طبعا. ايوه يعني مثلا المشهد بتاع اليخت اللي في شرم الشيخ اللي انت قافش فيه هنعمله على البدال في الاكوا بارك. واه اكوا بارك صح؟ ده انا نفسي اشوفها من زمان. حلو الاكوا بارك. انت بتتكلم جد؟ ايوه طبعا حلو الاكوا بارك. اه طب كويس قوي. وعلى فكره بقى مشهد المطارده بتاع العربات اللي في الصحراوي هنعمله في شقتي اللي في فيصل. ماشي نعمله. ايه دي ازاي مطارده عربيات في شقه؟ تتصرف بقى، تجروا ورا بعض حوالين ترابيزه السفره، تعمل حادثه مع الانتريت الشقلب من فوقيه. مش دي فلوس انت خسرتها لي ولا ايه؟ حلو المطارده اللي في الشقه دي. انت فنان يا برنس. امال انت فاهم ايه؟ خلاص يبقى على بركه الله. بس استنى انا كمان ليا طلبات. اسمع. اول حاجه بطله الفيلم تدب لي نادين نديم. ايه نادين نديم؟ انت بتتكلم كده ليه؟ انا انت بتتكلم بطريقه غريبه من الصبح، انا مش فاهمك. انت عملوا فيك ايه ولا اكلت ايه من الارض؟ وريني ايه في بقك، انا عايز افهم. لا مفيش، اصل كنت في البلد يومين كده فتلاقيني لقطت. يعني البلد؟ اه في البلد. ليه انت بلدكوا ايه؟ مدريد. انت من مدريد؟ مدريد. اه نجريج. الله انت من عند مو صلاح. ايوه وبيقولوا لي مو سلام. امال في ايه بقى يا كابتن؟ انت زي الفل اهو. عايز نادين نادين نجم. نديم. نادين ايه؟ نديم. نادين نجيم. ايوه. طب انا هجيبها لك ازاي دي؟ دي مشغوله خالص دلوقتي، بس انا هتصرف. بص انا هجيب لك شيماء سيف. ايوه نفس السمار بتاعها، ونلبسها نفس الباروكه ونعمل لها نفس الحسنه ونبكها من جنابها تطول. بص ده موضوع 3 دي، انا هتصرف عليه، دي شغلتي. ماشي خلاص. اهم حاجه انا ما اشتغلش اكتر من 20 ساعه بس كده. من عينيا الاثنين. وايه تاني؟ وعاوز بدلتين سموكين. لا سموكينج انت هتدخن على كبر، ما ينفعش، احنا خايفين على صحتك يا نجم. لا البدله هي السموكين، هي اللي هتدخن. اه البدله. ماشي من عينيا الاثنين. ماشي بسيطه. امال بيقولوا عليك محبكها ليه؟ ما انت زي الفل اهو. الله امال في ايه بقى؟ بيقولوا علينا متخاصمين. لا مصالحين يا استاذ. يا زيزو احلى زيزو. واحلى نجاشين. واحلى ليله الليله دي.
تصدق انا ما كنتش ناوي اعدي عليك، بس فجاه كده طلع في دماغي اروق شويه اعدي عليك وتنزل لي. ده انت فوق دماغي وحجك عليا طول غيابنا نزل لي. يا جماعه انا ما عملتش حاجه. دامي يا منتول ما عملتش حاجه. قلت لناسك خش خش هدي توقف. عايز تهرب يا ادرس؟ تهرب من ايه؟ لقيتوه فين يا فزاع؟ واكل ناس وديه قبصناها على الجسر، كان عاوز يتلقى عربيه يهرب بيها على مصر يا كبير. ايه ده؟ هو انت الكبير؟ لا انا المعلم سردينه. وانا كل ما اسال حد يقول لي المعلم سردينه. نسيت اقول لك يا فزاع. ايه؟ جوني كان قال لي بعيد عنك يعني ان اجرس فقد الذاكره. ايوه بالظبط كده، انا فقدته. يا حرام، يعني دلوقت ما حتقدرش تقول لنا فلوس الباقي فين؟ والله العظيم ما اعرف حاجه عن البادي ولا اعرف حاجه عن الفلوس. فلوس؟ احنا داخلين على رمضان ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اياد، اسمعني زين، انا هديك فرصه عشان برضك ايه ما تقولش ان انا ظلمتك. انت هتقول الفلوس فين ولا تتشلوح؟ يعني اكيد طبعا معوزه تسلوح، بس والله العظيم صدقني انا ما اعرفش الفلوس فين. انت تتكلم كده ليه يا اياد؟ كيف سيد بدير فزاع؟ شوف لي الشنطه دي فيها ايه. لا لا دي حاجاتي دي. اهبط بس يا اياد. امر جنابك. 30,000 جنيه. لا 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 دي فلوس، انا قصدي فلوسي. وانت الذاكره عندك انتقائيه، بتنقي حاجات وتسيب حاجات، كيف يعني افتكرت ان دي فلوسك؟ لا مو انا بتجيلي فلاشاتك دي. انا رايي فزاع ناخدوه على المخزن، نفك رمات مخه ونحطوها على حجر الجنخ، يمكن ذاكرته ترجع. امر جنابك. يا جماعه والله العظيم انا ما اعرف الفلوس فين. صدقني انا ما اعرفش الفلوس فين. اسمعني يا حضرت كانه ظالمين الواد وفقد الذاكره، صح ولا ايه؟ ما تصدقهوش يا كبير، دي حركات نصابين، انا خبيرها زين. الفلوس يا ده اللهجه العوجه دي، ده نصاب يا كبير. بس انا برضك يا فزاع ما بصدقش الواد متربي وسطينا، يعني يسرقنا كيف؟ بالظبط كده، الله ينور عليك. بس برضك العرق ده اساس، هو عيلته كلهم ولاد كلب حراميه. ليه قلبت كده؟ طب خلاص عشان يبقى عملنا اللي علينا، احنا ناخدوه نعذبوه. مات قبل ما يعترف يبقى ظلمناه، اعترف بعد كده مات يبقى خد جزاؤه. ايه الحكمه؟ فين الحكمه؟ ده افترى كده. انا ما افتريش، عشان ابقى خلصت ضميري انا هديك شويه اوبشنات للعذاب. الاوبشن الاولاني المدرسه الكلاسيكيه، امسكك السلك عريان. لا طبعا اكيد ما عاوز امسك السلك عريان. خلاص يبقى الاوبشن الثاني المدرسه التجريديه، امسكك السلك متغطي تبقى انت عريان. ليه لازم حد يبقى عريان؟ بعد اذن جنابك يا كبير، ليه رايك ده لو سمحت لي؟ ايه يبقى هو السلك متغطيين ونجيب واحد عريان. يعمل ايه العريان ده؟ يتفرج. لا يا كبير ما قصديش، أنا قصدي جنابك نروحوا للمدرسة الواقعية، لينا عنديه 20,000 جنيه ناخده بحقنا منيه شغل، ناخدوه على الأرض كل يوم يحش ويسقي ويزرع ويقلع. يقلع ويبقى عريان. لا يا كبير قفلنا موضوع العري ده، يقلع في الأرض وفي العشية ناخدوها على الدوار يروقوا ويكنسوا. فكرة حلوة حلوة. بس عايز أضيف تفصيلة صغيرة. أمر جنابك. إيه يكنس وهو عريان؟ ياد بقى قفلنا موضوع العري دي، خلاص خلاص بنجرب يكنس وهو عريان. أوف إيه ده؟ إيه الهوس اللي عندكم بالعري ده؟ أنتوا إيه؟ من قبائل المية؟ مية دي تبقى خالتك. اسمعني زين يا فزاع، أنا عجبني اللي أنت بتقوله، بس عايز أضيف يعني إن إحنا برضك ما نخسروش الأوبشن التعذيبي، يعني نقول له من ندر ونوفه، يعني نعذبوه يومين في الأسبوع. الله يرضى عليك يا كبير، إيه الفكرة اكتملت، اعتمد. شفت ياد؟ شفت يا مخبل البرين ستورمينج بيعمل ايه؟ معجزات، بيزود في الكرياتيفيتي. هو فين الكرياتيفيتي ده؟ انتوا كل افكاركم عريانه. بس يا واسمعني زين يا سيد ابوك، انا اتضامن معاك عشان انت فاقد الذاكره. اللي فات كله كوم، وانك تحاول تهرب مره تانية ديه كوم تاني. لان المره دي حطخك بين عينيك التنين اكومك، وديه كوم تالت. ده غير الكوم الاخضر. ديكم رابع، ده خارج سياق الموضوع. أظن الرسالة وصلت. خذوه.
معلش معلش يا ابني استحمل استحمل. مهما كان اللي بيحصل هنا اهون بكتير قوي من عامل الفيلم بتاع البرنس ده، برضه اهون من ان اخش السجن ولا اشتغل سابق محرز زي ثروت ولا اسيب البلد وامشي زي الواد حمدي المرغني. لا الحمد لله انا في نعمه الحمد لله. سوري سوري انا اسف ما بشوفش تحت رجليا. بقول لك لما تخلص اللي بتعمله ده عايزك تطلع تحضر الحمام بتاعي. باي ذا واي حمام امبارح ما كانش قد كده، الفقاقيع اللي فيه بتفرقع بسرعه، انا عايز فقاقيع لونج لاستنج. نظام تعمل بعد شويه هتحكم في الفيزا يعني ولا اتصرف اتصرف. طب معلش انا عندي سؤال يعني معلش. هو انت هتقعد جنبي ولا ايه؟ هنهزر؟ ممكن اعرف انا هخلص الفلوس اللي عليا دي هميتها؟ انا شغال شغل سبع رجاله هنا، عمال اكنس وامسح واطبخ لكم، والبغل اللي عندكم اللي اسمه العتره ده الكبير لحد دلوقتي بيخليني اغير له واشطفه، ايه القرف ده؟ انا عامل شغل يجي ب 200,000 جنيه. 200,000 جنيه؟ ايه الافوره دي؟ ليه يا حبيبي؟ شغال في بنك؟ انت ولا قدامك سنين ضوئيه عشان تخلص الفلوس اللي عليك. سنين؟ ليه؟ هو الشهر هنا بكام؟ عشانك انت بثلاثة. 3,000؟ يعني لسه هشتغل 6 أو 7 شهور كمان؟ 3 ورقات ب100 300 300 جنيه؟ أمال يورو؟ هحاسبك باليورو يا أدرس؟ أنت هتسيرني ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ اعمل لي السمانة. أعمل لك إيه في السمانة؟ خليها تطلع برضو كده؟ بطل استظراف، اعمل لي مساج. بكام؟ 3 300 جنيه؟ 3 جنيه. ايه اللي 3 جنيه؟ انا كنت عايز يعني اشيل من عليك شويه. الفنان الكبير اللي بيموتنا من الضحك الفنان محمد سلام، اهلا بيك. اهلا يا قشطه. كنا عايزين نعرف منك نبذه عن فيلمك الجديد وعن شخصيتك في الفيلم، يعني لو مش هنحرق الاحداث طبعا. ولا يحرق، فده كميه فيلم يا ست الكل. انا بعمل دور اسمه سامح. ايوه سامح ده رجل اعمال ناجح وبيحب بطله الفيلم اللي بتتقتل في الاخر. اللي شدني في الفيلم ده الغموض اللي فيه، ان الجمهور هيفضل طول الفيلم قاعد على بيضه، هيموت ويعرف مين اللي قتلها. جمهور قاعد على بيضه؟ اسمح لي اختلف معاك. وقعت السوداء. اسم الفيلم سامح هو اللي قتلها، وبنلاقي في اخر الفيلم ان سامح هو اللي قتلها فعلا، يعني فين الغموض في كده؟ ما هو ده مقصود عشان نرجع المصداقيه بيننا وبين الجمهور. احنا قلنا اسم الفيلم سامح هو اللي قتلها وفي الاخر سامح هو اللي قتلها، فين بقى؟ ما خدعناش حد. وبعدين الجمهور خلاص زهق من البلوفات والتويستات ونفضل طول الفيلم مشككينه في حد ويطلع حد تاني هو اللي عمل الحكايه ديت. ليه؟ لا لا يا فندم، الجمهور دلوقتي عاوز اللي يبقى صادق معاه. هي وجهه نظر. الصب كله اوت اوف ذا بوكس اوت اوف ذا بوكس. طب هات بقى البوكس ليا بقى خلاص. حبيبي يا حبيبي. انا عاجزه عن الفهم، قصدي انا عاجزه عن الكلام يا فندم. سيداتي وسادتي، احنا بنشكر الفنان محمد سلام ونحب نبارك له على نجاح فيلمه الكبير اللي حقق اعلى الايرادات بعد عرضه بايام قليله خالص. نروح فاصل ونرجع لكم تاني. سامح هو اللي قتلها قريبا بجميع دور العرض. كمان مان، ايه الاستعباط ده؟ ما هو حارقين الفيلم من اسمه. البوستر صح، عشان تركيبته غريبه، رجل اعمال وقاتل وركب جاوة على كتفه ديك. اكيد الناس عايزه تخش تعرف ايه السر ورا التركيبه دي. يا نهار اسود ومنيل، يا دي المصيبه يا دي المصيبه. مش للدرجه دي يا هدرا، مش للدرجه دي. طب انا قاعد بعمل ايه؟ ما عمل الفيلم خلاص، عمل الفيلم ممشي بقى واروح له. انا جاي لك انا جاي لك انا. معلش اديني 50 جنيه. 50 جنيه؟ معلش 50 جنيه. عايز اروح عايز اروح لسامح. ما تتقل، هينزل ايجي بيست وانا اتفرج عليه. معلش انا عايز اشوفه دلوقتي. معلش اديني 50 جنيه. طب انت عارف 50 جنيه يعني كام يوم شغل ليك؟ معلش اديني 50 جنيه. كام يوم شغل؟ شهرين زياده؟ تقريبا. مش مهم، هات 50 جنيه. ماي جاد، معقوله مؤثر للدرجه دي؟ 50 جنيه. ايوه بس يعني ما تجيب 50 جنيه في ايه؟ انت عايزني ليه؟ بقول لك 50 جنيه، انت عارف انا مين اصلا؟ هات. ماي جاد، ايدك. ماي جاد. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الفنان الكبير محمد سلام، ونحب نسأله سؤال مهم جدا. أي حد بعد نجاحه بيبقى عايز يقول كلمة شكر، بيبقى عايز يوجه كلمة لحد، فنحب نعرف منك إيه الكلمة اللي أنت عايز تقولها أو تحب تشكر مين؟ أقول طبعا الحمد لله والشكر لله. طبعا ونعمة بالله. يعني نجاح صاحق صاحق يعني أنا ما كنتش متوقع أصلا النجاح دوت والإيرادات الكتير اللي حصلت دي. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله. وأحلى حاجة في النجاح دوت إن المنافسة كانت مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز
واحمد عز وتامر حسني، يعني انافس مين تاني؟ منافسه كانت محتدمه. بينهم، لكن انا كنت بغرد وحيدا. أيوة. طبعا طبعا الحمد لله. وبرضه عاوز اقول كلمه شكر. اكيد اكيد طبعا. عاوز اقول شكرا لاحمد مكي طبعا، استاذ كبير، لانه مشاني من الفيلم بتاعه، وده خلاني اتفرغ للفيلم بتاعي الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا ما زعلتش ولا حاجه لما مشاني من الفيلم. يعني هو اول لما حصل كده انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في مين؟ استاذ احمد مكي؟ لا طبعا، احمد مكي ده صاحبي طبعا. عايزين بس نفهم الجمهور، انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري، وسبحان الله شكله ظالم ومفتري كده، لان اول لما حسبنت عليه الفيلم بتاعه وقف عشان معوش فلوس يكمل. لا الناس يعني لازم تعرف برضه. لا لا الحمد لله، بس هو احمد مكي كده بيحب يفرد صدره. لا لا احنا الحمد لله وصلنا لنهايه حلقتنا، وبنشكر الفنان محمد سلام جدا، ونشوفكم في الحلقه القادمه. خلاص خلاص يا استاذ، خلاص خلصنا الحلقه خلاص. متشكرين لحضرتك جدا طبعا. طب ايه بقى؟ ايه 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 فين الظرف اللي فيه الفلوس؟ فلوس ايه يا استاذ؟ ده حضرتك هاري الانتاج مكالمات عشان خاطر نيجي نستضيفك النهارده. يعني ايه؟ مش انتوا جيتوا؟ طيب خلاص، يبقى وافقتوا، هاتوا الفلوس. ده احنا اللي عايزين فلوس يا استاذ. ايه ده؟ انا هقول لك حاجه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حد من الانتاج يجي يتكلم معايا، انا مش هتكلم. انا دعوتي مستجابه، خلي بالك. مش هتكلم معاك. ايه روقت صاحبك انت جامد، اديته اللي فيه النصيب. اللي هو فين صحيح؟ بعيد عنك، قاعد مكتئب في البيت، اخد قروض من البنك مش عارف يسددها، ومعهوش فلوس يخلص الفيلم. احسن المهم فكك بقى من خصامك دول يا نجم، وخلينا نركز في السبوبه الجديده ونستغل نجاحك. انت ابن حلال يا برنس، والله كانك بتقرا افكاري بالظبط. انا عندي فكره مسلسل جديد عايز اعمله، بس ايه؟ ما تقولش لعدوينك عليه. حلو قوي. ايوه كده، انا عايزك تسخن معايا، هو ده الكلام، عايزين نستغل نجاحك. وقصته ايه المسلسل ده؟ بص يا سيدي، عمده بلد في الصعيد اسمه الكبير قوي، بيخلف ولدين توأم بس ما بيتقابلوش الا بعد لما يموت. الواد الاولاني اسمه الكبير، عنده فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير. طب وابنه التاني؟ التاني اسمه جوني، بس ما بيعملش حاجه، يعني بيقعد يقول جامده جدي، جامده ستي، ويقعد يعمل كده بس. حلوه الحركات دي، الحركات دي تضحك وتعمل اشكال والوان كتيره من الكوميديا. ده المسلسل ده زي الفل، ده احنا ممكن نطلع منه بسبع مواسم بالمية. بالظبط، هم سبعه. طب وانت هتعمل انهي شخصيه فيهم؟ انا هعملهم كلهم. كلهم؟ كلهم. وماله اعملهم كلهم، على الاقل نوفر يا نجم. بالظبط، انا هجرب الموسم الاولاني اعملهم كلهم، لو اتزنقنا ولا حاجه ادخل اخوهم حزلقوهم. ومين اللي هيعمل حزلقوه؟ انا برضو. برضو؟ ايوه، كل ما نتزنق ندخل اخ جديد. ده الكلام ده زي الفل، ده حلو قوي الكلام ده. طب ويا ترى هيبقى في ناس تانية هتمثل معاك، ولا نكتفي بيك انت يا نجم وتبقى كده قنعت؟ لا ايه ده، لازم ممثلين تاني، هقعد اكلم نفسي طول الوقت. وفيها ايه؟ هتجنن، لازم حد معايا كمان. هو في شخصيه حلوه قوي، بس دي بقى انا حاطط في دماغي ممثل معين. اللي هو مين؟ اسمع مني امثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام، واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام، ربك خلق الدنيا بحلقه بكل ما فيها في ست ايام. بس بقى بس بس بقى بس بقى بس، حلم ايه؟ حلم ده انا عايش كابوس. ايه يا استاذ؟ قاعد كده ليه يا استاذ؟ يا استاذ انزل اتمشى غير جو. معلش يا معب، معلش، انا قاعد بريلاكس. طيب تحب اعمل لك حاجه؟ تؤمر بحاجه؟ ممكن هات لي غدا. عايز فرق؟ ممكن نسكافيه، بس اعمل لي موجة كبير عشان يلكن. يعني من عينيا الاثنين يا استاذ، سوى ما فيش سكر. مش مشكله، ام سويت انف. قصدي يعني السكر اصلا سم ابيض، هو الملح بيعتبره سم ابيض، فبلاش سكر، اعمله من غير سكر. من عينيا الاثنين يا استاذ، بس هو مفيش لبن. مش مهم، ما هو سم ابيض برضه، يعني احنا كبني ادمين المفروض يعني من بعد الرضاعه ما نشربش لبن خالص، احنا بقى بنطفس لبن بقر ولبن جاموس ولبن معيز، حتى اللوز شربنا اللبن بتاعه. من غير لبن، بلاك، هاخده بلاك. من عينيا الاثنين يا استاذ، بس هو مفيش نسكافيه. ما هو الكافيين سم اسود، يعني هو في ايه يا عم عبده؟ هات لي اي حاجه، ميه سخنه، ميه سخنه زي اليابانيين. انت تؤمر يا استاذ من عينيا الاثنين، سواء الانبوبه خلصانه. ف انبوبه ايه؟ انبوبه ايه؟ انا مش فاهم، ما الناس كلها مركبه غاز طبيعي. هات لي ميه من الحنفيه. مفيش حنفيه؟ في حنفيه، سواء قاطعين علينا الميه عشان احنا ما دفعناش الفاتوره. امشي اطلع بره يا عم عبده.
بره. حاضر يا استاذ، بس يا استاذ بعد اذنك يعني الخمسة جنيه اللي كانت طلعت من شويه دي خصيمك النبي بترجع تاني، خصيمك النبي بترجع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راجل اوفر قوي بصراحه، اوفر كانه شاف ابنه اللي تايه منه بقاله 20 سنه. شفت انا وصلت ليه؟ انا يطاع عليا الميه. طب الاكل مقدور عليه، اطب مثلا على كريم عبد العزيز ساعه الغدا واكل عنده، لكن الميه اخش الحمام ازاي؟ ما انا مش اوروبي برضو، مش متعود على موضوع كلينكس ده. مش بس انا اروح اكل عنده وانسى المحفظه بتاعتي، وبعدها بساعتين ارجع تاني اخش الحمام واجيب بقى الاكل واديهولك. انا بقيت بفكر كده ازاي اصلا؟ ربنا ينتقم منك يا محمد يا سلام، مطرح ما انت قاعد. ايه يا عم عبده، هيحجزوا على البيت كمان؟ سلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ احمد مكي بجد؟ انت ازاي دخلت هنا؟ انا قايل لعم عبده لو شافك يديك 30 جزمه على دماغك. هو صحيح ماله عم عبده؟ انا لقيته متحزم وعمال يقول السحب 5 جنيه والحسابه بتحسب. انا اديته 50 جنيه، اداني مفاتيح المكتب بتاعك ومفاتيح الشقه، وقال لي في صقر يبقى خده وانت ماشي. ده شاهين. محمد شاهين؟ شاهين مين؟ ايه ده؟ حولته لصقر؟ لعنته؟ صقر شاهين؟ هو انت مش فاهم؟ انت حالف لازم تخرب بيتي وخلاص؟ اي خساره؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا استاذ مك؟ ايه ده؟ ايه ده يا مك؟ ادي ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ هو انت يا ابني ما حدش قال لك انا لو شفتك هعمل فيك ايه؟ لا ما حدش قال لي. هو انت قلت لمين؟ ما قلتش لحد. امال ازاي يقولوا لي وانت ما قلتلهمش؟ ما هي باينه زي الشمس، المفروض يلقطوها هوا. يلقطوا ايه؟ اصلا مين هم؟ اللي انا ما قلتلهمش. طب ما تقول لي انت. ما تكلمهم يقولوا لك. مين هم؟ طب كلمهم وقول لهم وخليهم يقولوا لي. ما عنديش رصيد. ما تدخلنيش في الدوامات دي، انت جاي هنا عشان ايه؟ انا جاي لك في الخير يا مك. خير؟ انت يجي من وراك خير؟ اسمعني بس. انت دلوقتي اكيد عارف ان انا خلاص بقيت في الساحه بغرد وحيدا. فانا قلت لنفسي ليه اغرد وحيدا؟ ما غرد انا ومكي، خصوصا ان مكي ده احسن واحد يغرد، عنده خبره بالطيور والعصافير والبلابل. بلابل؟ هو انت متخيل ان انا ممكن اوافق اشتغل معاك تاني؟ ما تشتغلش معايا ليه؟ خصوصا ان المسلسل اللي انا جايبه لك مسلسل حلو جدا وفلوسه كتيره جدا. المهم انت توافق. انا موافق، قصدي ممكن اوافق لو حسب لو في موضوع وفي حاجه اوافق. لا بالنسبه للموضوع اطمن، في اعلى ورشه هي اللي بتكتب المسلسل، في مريم نعوم، عبد الرحيم كمال، تامر حبيب، احمد مراد. الناس دي مش يعني ما ينفعش حتى يتعشوا سوا، يعني هيكتبوا حاجه شكلها ايه ونوع ايه المسلسل ده؟ فني تجاري. ده معهد ده ولا دبلومه ولا ايه؟ ما تقلقش بالنسبه للورق هم هيظبطوه. المهم بس هو في مشكله في الدور. خير؟ يعني الدور مش هيبقى البطل الاول ولا الثاني عشان اقصر. انت واضح انك ما تعرفيش كويس يا سلام. بس المنتج قال لي ان هو هيدي لك نفس الاجر اللي بتاخده وانت بطل. واضح انك برضه ما تعرفيش يا سلام. انا ما يفرقليش بطل ولا مش بطل، حتى لو عادي مش هقول حاجه، بقف مع زمايلي. الاجر كامل؟ اجر كامل. انت اخويا الصغير يالا، طبعا اقف جنبك. امال ايه يعني اجيب لك الورق؟ لا عايز العربون، العربون الاول. عايز اجيب سكر. سكر لمين؟ الكلبه. الخير هو اللي بياكل سكر. ما دي مخلطه. هو ايه اسم الشخصيه؟ ايه الشخصيه؟ اسمها هجرس. هجرس. سويت هوم. منايا حبيبي تحس هوايا، منايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا. منا ايه ده انا بغني ليه؟ اليكسا ميوزك اون. انت اللي جابك هنا؟ عمايلك السودا اللي جابتني. يلا يلا بره بره بره. ازاي يا فنان؟ طب واتفقنا؟ اتفاق ايه بعد الفيلم الزباله اللي انت عملته ده يا ابني؟ انا كنت مبدل معاك عشان تتحبس بدالي، مش عشان تروح تعمل لي الفيلم اللي انا هربان منه. تحبسني يعني؟ كنت بتخدعني؟ كنت مستخبي في ادوار الكوميديا والطيبه وانت من جواك شرير. انا اسف يا سيدي، مش هعمل ادوار كوميديا تاني، خلاص هعمل كل ادوار ماجد المصري. يلا بقى من هنا ومش عايز اشوف وشك تاني، يا اما والله العظيم ثلاثة. استنى استنى استنى، اطلع فين؟ انا لا يمكن ارجع هجرس تاني، لا يمكن ارجع لحياة الذل والهوان. انا هكمل في الحياة دي. حياة ايه؟ دي حياتي انا. كانت، لكن دلوقتي بقت حياتي انا وانت اللي هتطلع منها.
هو هتطلعني ازاي بقى يا حراس؟ حراس انت فاكر نفسك في الاندلس؟ ارموا الحيوان ده بره وما يدخلش هنا تاني. اطلع بره بقى. انا محمد سلام يا جماعه، ده مش محمد سلام. ايه ده؟ انت بتبصوا لي؟ طب انا هثبت لكم ولو اني مش مضطر. ادي بطاقتي الشخصيه مكتوب محمد سلام. انت بقى اثبت لنا انك محمد سلام. ايوه ما 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 ايه؟ معلش معلش مجنون، علشان شويه شبه بيني وبينه افتكر نفسه محمد سلام. شوف يالا يالا. ايوه يالا. انا عشان حالتك دي مش هطلب لك البوليس، لكن مره تانيه تيجي هنا هضربك بالنار بره يا كلب. كلب مين يا ابن؟ مستنيين ايه لما يشتمني بامي؟ يلا خدوه. يا جماعه انا محمد سلام يا جماعه. يا هوجن انت مش فاكرني يا هوجن؟ انا محمد سلام. شعبي حبيبي وشرياني اهدالي بطاقة شخصية، الاسم الكامل سلام والمهنة ممثل عمرانية. ايه؟ رحت الفيلم؟ ما عجبكش؟ طب انا بصراحة هموت واعرف، سامح هو القاتل فعلا؟ رد عليا والنبي. في ايه يلا مالك؟ في ايه؟ في ايه يا هدرس؟ انا مش هجرس. ها؟ انا مش هجرس. اوكي. حلوة حلوة. انت جربت الحيلة بتاعت فقدت الذاكرة ما نفعتش، فدخلت في الاستهبال، عامل لي مجنون دلوقتي. ناقص لك واحدة ومعروفة، تشيل وشك يطلع ماسك وتقول لي انا النقيب فلان الفلاني من مخابرات ألبانيا. ده هو. انت ألباني؟ ايه الخيال ده؟ امال ايه ده؟ انا محمد سلام، محمد سلام الممثل. انا اللي يخليني ممكن اصدقك ان فعلا الفترة الأخيرة هدرس تصرفاته مش بتاعته، غريبة عليه. بيعمل ايه يعني؟ يعني مثلا ممكن اخش الحمام بعديه الاقي القعده نظيفه وشدد السيفون. امال هجرس كان بيعمل ايه؟ بيسيب لي حطب حطب. انا مره لقيت حطب واشد السيفون مرتين بعد كده يفضل موجود، مش فاهم ده ايه. بس 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 مش حطب ده، مش حطب قرف ده. طب انا مش فاهم برضو انت عملت كده ليه؟ وهو فين اصلا؟ انت قتلته؟ قتلته؟ يا ريت يا ريت. هجرس خلاص، هجرس بقى محمد سلام وانا بقيت هجرس. ازاي؟ معلش. بص الموضوع باختصار يعني، انا كنت ماضي فيلم مع منتج وكنت واخد عربون وكان هيحبسني لو ما عملتش الفيلم دوت، فانا قلت استغل الشبه اللي بيني وبين هجرس واوديه هو يعني هناك عشان يتحبس. ايه ايه؟ عادي عادي. اه عادي، ما انا اتحبست بداله في مهرجان مزاريطه. في ايه؟ اه صح، ميك سنس. المشكلة بقى ان هجرس راح عمل الفيلم الزبالة ده، والفيلم ده نجح وعمل ايرادات فعجبته الحياة، فلما رحت له عشان ارجع لحياتي ويرجع لحياته ساق فيها، قال لي لا انا محمد سلام وانت هجرس. المشكله بقى ان هو معاه كل الاوراق اللي تثبت ان انا محمد سلام. اعمل ايه دلوقتي؟ يا ابن الصايع هدرس، انت منبهر باللي عمل؟ بصراحه صايع، حركه صايعه جدا. دي حركه زباله جدا. على اساس اللي انت عملته ده حركه ملائكيه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني بص بص جوني، انا هنا في البلد دي مش عارف اتكلم اصلا مع حد، انت الوحيد اللي ممكن تاخد وتدي معاه، ممكن تفهمني. ممكن يا جوني لو سمحت تساعدني؟ اساعدك ليه؟ انت اللي ورطت نفسك الورطه دي. انا ما صح، عندك حق، بس برضو ما تنساش يعني ان هجرس ده نصب عليك وخد فلوس البيتش باجي واداك على قفاك. ايوه صح، انا لو شفته هنفخه. تنفخ مين؟ هجرس؟ انسى. تنفخ هجرس؟ اه. لا لا، هجرس ما بقاش عبيط زي الاول خلاص، هجرس توحش. انا رحت له الفيلا بقى يقول يا حراس وماسك لي سلاح، فاكر نفسه زعيم مافيا. بس هجرس ده بيعمل نمر وخلاص. اما طيب انا ممكن اجيبه لك راكع بمكالمه تليفون. طب ما تكلمه كلمه، ابوس ايدك. هتطلب لك الرقم. هات ايوه. يلا معايا. عمك عمك صاحب الباجي يا حرام الباجي. انا جوني يا ابن جوني. مين؟ اقفل يا حيوان يا زباله يا هيتر، اوعى تتصل هنا تاني يا صعلوك انت.
تشتمني؟ تشتمني يا حيوان؟ مش انا، مش انا، انت لسه مكلمه هو دلوقتي. سوري سوري. ازاي؟ ازاي؟ ايوه طب هنعمل ايه؟ يعني خلاص؟ انا ضعت كده؟ لا. Guess what؟ ايه؟ انا هساعدك. عشان كل واحد فينا ياخد حقه. يا دكتور ربيع، فينك يا دكتور ربيع؟ الكبير قالب عليك الدنيا فجيها وطيها. يعني ايه فيني؟ كنت بلعب. واه. اه كنت واقف جون والعيانين بيشوطوا عليا، وساعات بوقف العيانين وانا اشوط عليهم. هتقعد تنط والعيان فوق هيموت، الكبير هيموت. يموت ايه؟ انا شايف الصبح كان زي الفل، زي القرد عمال يتلطط في كل حته، حتى كان ماسك زعيم المطاريد وممسكه السلك عريان. لا ما قصديش الكبير دكه، قصدي الكبير دكهته. الكبير قوي. واه 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 واه، كنت فين يا دكتور البهايم؟ والله انا ما اعرفش يا كبير، انا افتكرت حاله انفلونزا ولا حاجه. على العموم دي شوف حاله الوالد وبعدين انزل لك تقل ادبك براحتك. تشوف ايه؟ تشوف ايه؟ الوالد خلاص تعيش انت. واه ولا تعيش ليه؟ هو ماله فزع عصبي النهارده كده ليه؟ في ايه؟ هو شخصيته كده، بعدين جنابك حديثه عيقول انك هتروح مكان احسن من هنا. بجد يا فزاع؟ امال ايه؟ انا توحشوك يا دكتور ربيع. لا لا يا كبير، انا شايف ان العصبيه مش لايقه على الموقف. اللي يلي عليك في الموقف ده الحزن او جاكيت كحلي. كحلي وربرابي، بعدين انا بشرتها انت. طب ما ده الكحلي نطقها. لا لا انا اللي ليق عليها نكس الكشمير ولا. شوف 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 بتسحبني فين انت؟ انا اللي مضايقني دلوقتي مش ان ابويا مات، لا اللي مضايقني اخويا التوم الامريكاوي اللي جاي لي من امريكا. لا وايه؟ جاي يورث العموديه عشان اكبر مني بدقايق. شوف شوف قسم الدمار كيف؟ كانه هيبقى مرار طافح، كاني هشرب المر بشليمو. وقعت تبقى مربربه، يقطع النت عن التيت على عينتيت عليه. هو يقول كل الحاجات دلوقتي ولا ايه؟ هو شخصيته كده. ايه دي؟ كان الواد هجرس دي ولا ايه؟ سلام عليكم يا كبير. ايه دي يا هتير انت؟ انت عاوز ايه يا جالوس الطين؟ انا كنت معدي جنب الدوار بالصدفة البحتة، وفجأة سمعت صوت نويح وصريخ ونساوين بتشق هدومها ورد اللي بتحط الطين على راسها. وعيد ميلاد مين يا كبير النهاردة؟ عيد ميلاد ايه يا هجرس؟ الله يرضى عليك، ده ميتم الكبير قوي. راح عند اللي خلقه. واه كبير قوي. ايوه يا هجرس. يعني كده لا في داتو ولا تورته ولا حتى بتونسه ليه؟ ايه ده؟ ميتم يعني فته ولحمه. طب هدخل السفره جيبوا لي منابيدو وحد يفصلي بالموزه، حد يقشرها لي، واوعى ترموا القشره لحد يتزحلق. اثبت ياه، كان ابو اللي جابك. لا يا هجرس، انت فاكر ان الكبير زعلان عشان الميت والكبير قوي توفى؟ لا لا لا، هو زعلان عشان طلع له توأم. له اخ توأم جاي من امريكا ويبقى اكبر منه بدقايق. وهو اللي هياخد مكانه العمودية. وشفت شفت عمل ايه في الدوار؟ قسم نصين. هو اخ امريكاني يتكلم انجليزي حلو على كده؟ مال ياد وشك ورد ليه كده لما عرفت ان ليه اخ امريكاوي؟ ده يا ياد لا تاخده البست فريند بتاعك وتعمله لي المثل الاعلى وتمشي لي معاه في الرايحه والجايه كيف زلابي عند بطاطس. بس دي حادق ودي مسكر، مش كده سويت عند صور؟ دي مثل ياد، مثل اديك بالكميه. اقول لك روح امشي معاه، يلا اهو تلم المدعوس على خيب الرجا. كات حلو. اللي بعد ايه الاخبار يا استاذ جندي؟ هايل يا سلام، هايل. كنت كويس؟ عادي. العادي بتاعك يعني حلوه يا مس. خد يا ابني اديله 10 جنيه مع الشرب. الله ينور يا اساتذه، الله ينور عليكم بجد والله ما شاء الله. لا وايه يعني
فرشت الافيهات بمعلمها. لا انت بصراحه قلتها حلوه قوي. اه والله كنا هنضحك بجد، ضحكنا يعني. تسلموا قوي. برافو يا فيديو. انا حاسس يا جماعه ان الدور ده هيضرب في رمضان، وحاسس ان المسلسل ده هيبقى طقس رمضاني كده ان شاء الله. هيبقى كل سنه على الفطار. يا رب يا رب، حاجه كده زي بوجي وطمطم، بكار، اعلان بنك مصر. بالظبط بالظبط، ما حدش يمضي حاجه السنه الجايه. حاسس ان احنا هنعمله السنه الجايه كمان. حاضر، انا مش همضي. انت محمد علاء زينهم. ايوه يلا بينا نغير لجوني. جوني الامريكاني. عايزك بس في حاجه سلام. امني بك. الله يخليك حبيبي، الامر لله. في تعالوا تعالوا، دي وجوه جديده، ممثلين جداد، عايز بس اعرفك عليهم، يعني ممكن يجوا يعملوا حاجه معانا في المسلسل او كده. ايه بك ده؟ ليه الاحراج ده؟ ممثلين جداد. احنا يعني كنا ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيتكلم كمان. وانت ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوتك عالي قوي. ايه اتكلمت؟ بتزعق يا مكي. انت العادي كده؟ طب اهدى بس، اهدى اهدى. دي مواهب جديده، يعني بص عليهم بس، نفعوا نفعوا ما نفعوش خلاص. وانت شفتهم فين دول؟ في المولد ولا ايه؟ لا مولد ايه؟ هم عشان لابسين زي بعض يعني كراهات؟ لا دول انا قابلتهم شفتهم في مسرح بيعملوا مسرحيات. طب يعني انت شايف البنت دي نخليها تعمل دور ايه؟ يعني في كذا دور حريمي ناقص عندنا، ممكن مرات الكبير مثلا. ايه ده ايه ده؟ لا لا مكي معلش، انا متفق، انا اقل من دنيا سمير غانم او ام سمير غانم هلغي الدور اصلا. اسمها ايه هي؟ رحمه احمد. يعني مش رحمه سمير غانم؟ لا بس احنا ممكن نعمل لها اسم فني، يعني ممكن مثلا تبقى رحمه مدحت. ده اسم فني؟ رحمه مدحت احمد. بتنفخ في ايه يا مكي؟ بتنفخ في ايه؟ معروفه خلاص خلاص، هو معروف، الممثل بيجي باسمه. لا لا لا، العيل بيجي برزقه. ايوه صح صح. وبعدين يا مكي يعني باين عليها التناكه من اولها، بص جايبه معاها خالها على انه مدير اعمالها. لا خالها يا فندم، انا ممثل برضو زيها. ايه ده؟ ده ممثل؟ انت ممثل؟ ايوه. هي الموديلات دي رجعت تاني؟ لقيت الموضه الحاجات القديمه من مثلا شارلستون رجع موضه. طب طب خلاص، يعني يعني بنشوفهم عاملهم كاستنج ولا حاجه، اديهم فرصه اديهم فرصه بس كده نجربهم في مشهد. يعني مش فاهم انت شفت فيهم ايه؟ يعني انت شفتهم يعني هم بيعملوا زي انور وجدي وهي فيروز، هو يقعد يعزف وهي تقعد تعمل لا دي مش قاصر، دي ست كبيره، دي متجوزه ومخلفه، وده عنده 12 سنه، دي سنه لبنيه اصلا. لا ايه ده ايه ده؟ لا يا مكي معلش معلش، ما تحرجنيش معلش، انا اسف بعد اذنكم معلش، عشان بس بنصور بعد اذنكم. اتفضل اتفضل يا استاذ اتفضل. يلا يلا بره بره بقى، استهدى بالله بقى خلاص معلش، اقعدوا اشربوا عصير وانا هاجي لكم. اتكل على الله. حاضر. ايه ازيك ده؟ ايه ده يا مكي ده؟ استهدى بالله بقى خلاص معلش، خلاص روح روح خلاص. ايه ودني يا مكي راح معلش خلاص. يلا يلا بره. ايه ده؟ اعوذ بالله. انت بتفتري ليه على الناس؟ ما يصحش يا سلام، يعني عايز ترفض الناس ارفضهم بس بطريقه كويسه، انت بتحبطهم ليه كده؟ مكي معلش بعد اذنك، ما يعني ما تبوظليش شغلي، حط نفسك مكاني يا مكي، معلش اللي ما تردوش على نفسك ما تردوش على غيرك، انت دلوقتي يا مكي لو بتعمل فيلم بطوله هتجيب ناس من الشارع كده وتقول لهم تعالوا اشتغلوا؟ اكيد طبعا مش هتعمل كده، استحاله. ايه بتبص لي ليه؟ لا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه، بس افتكرت حاجه اصلا. اوكي. ولا انا بفتري؟ لا 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 لا. طيب طير انت. ايوه انا هروح اغير دلوقتي. طير انت. ها ايوه انا عارف، هروح دلوقتي هعمل دور امريكاني. سيبني بقى يا مكي عشان اعمل دور الامريكاني دلوقتي. خلاص خلاص استهدى بالله، يلا يلا ركز. هو المشهد الجاي ايه يا استاذ؟ انت بتحفظ بقى من المصريين بيحفظوا كده؟ نحفظ الكلام بس على الاقل يعني. يا جماعه انا ادائي كان كويس في المشهد ده؟ اه طبعا يا استاذ كان حلو جدا. معرفش اصل جندي يعني رد فعله غريب كده، وترني بصراحه، ما اول مره يعمل كده. جندي مش مديني اي رياكشن بصراحه ومشككني. لا والله كان حلو جدا، عملت العادي بتاعك يعني. لا بس انا مع مكي برضه يا هشام، رد فعل الجندي ما عجبنيش. ما هو قال لسلام كويس قوي سلام، ليه ما يقولش ده؟ صح. انا وجهه نظري لو لينا نصيب باذن الله في سيزون تاني بلاش بلاش الجندي. يا اما حلفاوي يا معتز التوم. ماشي بس نقول لسلام. سلام؟ سيبك انت، المهم طمني طمني يا ميكس، عامل ايه في القواضي بتاعتك؟ لا الموضوع مش تمام، مش عارف اسدد القروض اللي عليا، الموضوع عمال يزيد، عشان كده قبلت بالدور ده وخلاص. لا لا خلاص ايه يا استاذ؟ مفيش دور صغير ودور كبير، حضرتك نجم كبير، الممثل الكبير يخلي الدور له قيمه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا هشام. وبعدين اوعى تشتغل عشان فلوس، اوعى. انت بتقول ايه يا بيومي؟ بقول لك اوعى تشتغل عشان فلوس. تحرجنيش بقى ميكس. هو المشكله يا استاذ ان المسلسل ده انا متهيألي يعني عامل لسلام لوسه شويه، في حاجه لسعت جوه، انا حتى ببعت له على الواتساب حاجات عاديه جدا يقول لي ميسي يا روح قلبي، ميسي يا روح قلبي ايه؟ من امتى بيشكر حد؟ انا بصراحه مكسوف اقول انه اتجنن. ايوه اتجنن اتجنن، في حاجه غريبه يعني،
مسلسله بيعمل فيه ثلاث شخصيات ليه؟ طب ما يجيب ممثلين تانيين. بالظبط يا استاذ، يعني ليه يعمل ثلاث شخصيات مع ان في توائم غير متطابقه؟ يعني ممكن ثلاث ممثلين، خلاص خليه يعمل الثلاث شخصيات، ناخده على قد عقله. انت قصدك على مين؟ عن سلام نفسه يعمل ثلاث شخصيات، واحد عايز يعمل ثلاث شخصيات لا صح خلاص. انا وجهه نظري الممثل اللي وافق انه يعمل ثلاث شخصيات في عمل واحد مختل. بالظبط، ده انا بعمل شخصيه واحده ومش موافق عليها. انا مش فاهم بجد ايه اللي انا بعمله ده، مش عارف هنفضل نجابل لغايه امتى. يا جماعه خلونا ناكل عيش، اديكوا شفتوا الصعيدي انبهوا عليه مش عارف يعمل امريكاني ازاي. معلش انا هروح بس اشوف الشباب اللي داس عليهم دول، حتى ما هو في دموع في عينه. ماشي ماشي يا ولاد، خلاص يا حاتم، يعني هنعمل ايه؟ نوصل بس نوصل وندوس عليهم كلهم. معلش يا شباب، خد امسح دموعك. لا دي مش دموع، دي حساسيه. امسح وخلاص. تمام، اولا احنا مش زعلانين منه. معلش بس قبل ما تتكلمي حطي شنطه على بقك. عشان الكورونا يعني؟ لا عشان صوتك عالي قوي، انا مش عايز زعيق. هو ايه كل ما افتح بقي حد بيقول لي ان انت مزعقه؟ اهدى ايه؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا لو فتحت بقي اهدي. ماشي، وبعدين ايه رحمه مدحت دي؟ وانا جاي اقدم في القرعه. هو اسمك غريب مفتوح، يعني رحمه احمد لازم تقفليه بحاجه، يعني رحمه احمد الارناؤوطي اللي عايز قفله. طب ما انت اسمك احمد مكي عادي. طب ما ده اسم فني ومقفول. صح، انت اسمك حاتم ايه؟ حاتم صلاح. ما نفس الفكره برضه، ما تقفله حاتم صلاح مدحت. مدحت هو مين مدحت ده؟ انت متضايق ليه؟ حلو مدحت، حلو مدحت، حلو مدحت. انا كان عندي يعني لازمه كده، لو عملتها للشخصيه اللي انا عايز اعملها هتكسر الدنيا، هتكسر مصر. انت حكمت خلاص انها طب وريني حته من الشخصيه. يلا يا حته، بيعملها حلو جدا. انا سالتك، انا عايز اشوف وهحكم. الفرصه بتيجي مره واحده. ده ايه هتقشط؟ عامل رضيع؟ لا دي لازمة الشخصية، بيعملها على الفاضية وعلى المليانة، في الحلوة وفي المرة. لا 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 لا, 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 لا اسمع بس، اسمع انت فاهم غلط، مفيش حاجة اسمها على الفاضية وعلى المليانة كده. اللازمة اللي انت قصدك عليها ملهاش لازمة، اللازمة لازم يكون وراها سبب درامي منطق، مش كده خلاص؟ ايوه ما انا عندي منطق، انا عامل ملف وورد 78 ورقة ليه الشخصية دي بتعمل. اخلص، انا احكي لك قصة زمان. ثانية واحدة كمل. زمان الشخصية دي كانت مرتبطة بجدها الحنون العطوف اللي بيحن عليها وبيحميها من قسوة الأب، وفي يوم الشخصية دي وقعت كيس سوبيا. سوبيا؟ آه، سوبيا على السجادة. أبوه لما شاف السوبيا على السجادة اتجنن، ضربه بالحزام على ظهره، راح لجده الحنون العطوف قال له شفت أبويا عمل معاه إيه؟ فراح قال له إيه؟ وريني ظهرك يا ابني، لقى علامة كبيرة قد كده. عارف الجد أول ما شاف العلامة على ظهر الولد عمل إيه؟ ده قال له هيموكلور؟ لا، حط له صاروخ في الشورت، الولد خد الصاروخ رحمه. انت متاكد انه حط له الصاروخ في الشورت؟ لا ده كده سلام كان عنده حق. جماعه انتوا مش هينفع تشتغلوا معانا في المسلسل. ليه؟ ما البشاير باينه اهي، انا عارف هقابل في ايه. مبدئيا كده هلاقي بوست، انا ممكن اسامح اي حد في الدنيا الا اللي دخل البنت دي المسلسل. شوف وانا مال انا، هو اللي حكى القصه، هو اللي حكى الحكايه. بقول لك هو اللي حكى القصه. خلاص خلاص بقول لك ايه، انا هبقى اكلمكم ان شاء الله لما يبقى في اي حاجه سايكو دراما. سايكو دراما؟ يا وصل يا وصل يا حاتم، كنت حكيت له القصه بتاعت الواد اللي دلق كيس العرقسوس. ما الناس ما بتحبش العرقسوس. وبعدين انت بتمطيه صوتك ليه؟ ما تعلي صوتك والناس تبقى توطي التلفزيون. والله اللي زعق لهم في العيد. اه براحتك يا بنت، امال احنا جايبين ريموت ليه؟ عندك حق، احنا كده فاضل لنا مين؟ استنى، احنا كده فاضل لنا، احنا كده خلصنا مكي حلمي عز، فاضل لنا سقه وكريم عبد العزيز. ان شاء الله ربنا يكرمنا في كريم عبد العزيز. القميص ده شبه ال مش قوي يعني، ما تمثلش يعني. ايه ده؟ حاتم؟ ايوه ايه ده؟ سلام؟ لا. ايه ده؟ مربوحة؟ لا. ايه ده؟ مكي؟ لا. ايه ده؟ حاتم؟ لا. لا انت لسه قايل اه. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا شغالين معانا؟ لا. السلام عليكم. يلا يا عم نروح لبيت ارمين. يا نهار اسود، ده ناقش الدوار بالملي. تعالى تعالى شوف، تعالى بس وطي صوتك، وطي صوتك. لا اصل مش ممكن ناقش. بس بس السفره والمدخل. ايه بس يا جنى هتفضحنا كده؟ بس بس ايه ايه، تعالى تعالى. ده بالظبط جاب السفره دي منين؟ يكون سرق الدوار. مش ممكن.
ده ناقش الطرقه بالملي. ايه يا جوني انت كل ده ما فهمتش؟ ما انا قلت لك لما سالت عليه قالوا لي بيصور مسلسل اسمه الكبير. يبقى ايه حتى الاباليك الفيل؟ فيل ايه؟ فيل ايه؟ انت زعلان قوي عشان سرق الفيل ده؟ سرق حياتي. ده كده سرق حياتنا كلنا وبيسترزق منها. انا هشوف عمل ايه في اوضتي. لا جوني جوني استنى استنى يا جوني. ايه 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 ده ديكور؟ هي اوضتك بجد؟ لا لا اهدى اهدى بقى وركز كده عشان نعرف ننفذ الخطه. اهم حاجه دلوقتي احنا لازم نشوف ميكي فين عشان نفهمه الحكايه كلها، عشان لو الخطه فشلت هو الوحيد اللي هيعرف يلحقنا. ميكي ميكي؟ اه ميكي. يعني ينفع نتصور مع سيلفي او لا؟ يعني مش وقت جو فانز دلوقتي خالص، احنا لسه هنشوف هشام اسماعيل وبيوم فؤاد. يعني ماشي خلاص خلاص هانت هانت واخلص منك يا هجرس الكلب. انا مش هجرس والله. في ايه بتبص لي ليه كده؟ مش قصدي بس يعني حط نفسك مكاني. شايف هدرس عايز يخلص من هدرس. ما انت اللي خليت البس الشنب. مش فاهم ليه قعدت تقول لي شكلك ويرد قوي. اه يعني كان شكلك هدرس غريب انما دلوقتي شكلك هدرس بس. يلا يا شباب حد يجيب الاساتذه. يلا يلا نشوف ميكي فين. ازيك يا حوده؟ مساء الفل يا استاذ. بس ميكي ميكي سلق. ايه ده؟ انت لابس هجرس؟ ما انا هفهمك. هو انت مش مكفيك دور البطوله يا ابني؟ مزدوجه كمان؟ ايه النرجسيه دي؟ ومفيش احساس؟ بصيت لي في دوري انا؟ مش حال ما انا قايل لك ظروفي. مزنوق يلعن ابو العوزه. خلاص مش همثل. استنى بس ميكي ميكي اهدى بس. انا مش محمد سلام، انا سلام. يعني ايه؟ يعني انا مش سلام اللي جوه، انا سلام اللي هنا. اي الله 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 اسبابن ده بورتال فتح ده ولا 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 ده افاتار استنسخوني دي ان ايه وانا بحلى عند الحلاق ممكن خدوا قصايص شعر حملوا منها. ميكي ميكي قصايص ايه؟ هو انت عندك شعر؟ زمان وانا صغير اكيد كان في شعر وقع تحته حد لمه. طب اهدى اهدى بس بالراحه بالراحه انا فاهمك واحده واحده. ده مش انت. مش انا بالظبط ده واحد شبهك. اوكي والحيوان اللي هناك ده بقى ده مش انا. مش انت بالظبط ده واحد شبهي اللي هناك ده هجرس. انا هجرس ميكي. استاذ ميكي ثواني بس ركز معايا. اللي هناك ده هجرس فعلا بس عامل نفسه جوني. انا بقى اصلا جوني. وانت مين؟ انا محمد سلام بس عامل هجرس. وانا مين وعامل ايه؟ انت ميكي وعامل كويس. قلت لك الموضوع صعب. بس يا جماعة في حاجة غريبة شوية. أنا يعني أنا شايف دلوقتي قدامي هدرس بس هو أصلا ميكي وشايف هدرس بس أصلا سلام وهدرس الحقيقي بقى أصلا عامل جوني وأنا جوني أصلا مش يا ابني يا ابني أنا مصدقت أمسك خيط. سيبني أركز. سوري مان سوري. كمل يا هدرس يا سلام يا برنس. كمل يا برنس. بالراحة بالراحة يا ميكي بالراحة. اهدى اهدى. فاكر لما انا كان عندي مشكله مع المنتج اللي كان عايز نعمل فيلم بالعافيه؟ ايوه ايوه فاكر. فاكر بقى لما انت قعدت تتريق عليا وقلت لي شوف حد شبهك يتحبس مكانك؟ انا رحت بقى دورت على حد شبهي لقيت واد شبه بالملي اسمه هجرس. هجرس ده كان عايش في المزاريطه. فاكر المزاريطه لما رحنا مهرجان المزاريطه سوا السنه اللي فاتت؟ ايوه ايوه فاكر. فاكر لما انت بعتني ومشيت لما انا كنت مرمي في الحجز؟ لا مش فاكر دي. المهم اللي هناك ده بقى ده مش محمد سلام ده هجرس اللي شبهي. بس في صدفه غريبه جدا مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا. يعني ازاي هو اسمه هجرس وانا الشخصيه اللي بعملها اسمها هجرس؟ ده اسم نادر يعني مش قصدي الاسم نادر هو زي شارع معروف يعني ما يبقاش اسم. انتوا فاهميني؟ فاهمك يا ميكي فاهم. مان مان اسمعني معلش الواد ده حرامي اصلا وكل القصه اللي هو عاملها لكم مسلسل دي قصه حقيقيه واقعيه دي قصتنا يعني الكلام ده واقعي. يا ابن الكال ده انا ماضي العمل ده عشان كوميدي مش واقعي. ما يتحرق العمل. احنا في العمل دلوقتي خلينا في الواقع المرير اللي انا فيه. الواد ده دلوقتي بوظ لي حياتي وانتوا كمان يا ميكا. انا سمعت ان هو قرفكوا في التصوير انت وبيومي وهشام اسماعيل. بيتعامل وحش مع كل الناس. شفت احنا بقى لازم نشوف حل عشان نخلص منه. طب ما نبلغ عليه. هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ نقول لهم في واحد اسمه هجرس عامل لنا مشاكل تعالوا اقبضوا عليه. مين اللي هيتحبس؟ انا. شفت؟ طب ما نبلغ عن محمد سلام. ما هو ساعتها انا اللي هتحبس. هو اي حد هيتحبس يبقى انت؟ ما ممكن يحبس التاني. لا طبعا ما هو الواد ده معاه كل الورق اللي يثبت ان هو محمد سلام. فيها مكي ايه
ما انا ايه اصلا اللي يثبت لنا ان انت محمد سلام؟ هو انت جاي بقصد الدنيا ولا ايه؟ ميكي لو النبي انت اخر امل ليا. طب بالعقل يا ميكي بالعقل، انت راجل بتفهم في البادي لانجوج، بص كده للبادي لانجوج اللي بص ده منظر ممثل ولا منظر بني ادم اصلا؟ دي ليلى سو بيف سو سلام سلام. ايه يا كومي هتاكل ايه النهارده ان شاء الله على البريك؟ ايوه البريك احلى فقره في التصوير. اتفضل. بص بقى انا عايز جمبري جمبري واستاكوزا وكابوريا وسيمون فيليه. سيمون فيليه تمام. وتجيب استنى ايه راح فين؟ تمام اتفضل. الكابوريا تيجي ناتي مش زي المره اللي فاتت. حاضر يا استاذ. ماشي بص بقى فضل. الطبق ده تجيبه لي كل ساعتين. كل ساعتين؟ كل ساعتين. اه يا محدث الله يرحم مره كل ست علب سلايم كان فاكرهم جيلي وعادي طلع فقاقيع بقى من بقه من ما علينا. معلش يا سلام انا اسف بس يعني حط نفسك مكاني الموضوع انا عذرك انا عذرك. المهم انا دلوقتي عندي خطه لو عملناها هنخلص الموضوع ده من غير اي شوشره. رسيني دلوقتي انا هلبس لبس الدوبلير بتاع جوني. ايه ده وانا عندي دوبلير؟ مش انت؟ طب ما اعمله انا شبهه جدا. اه صحيح طب ما اعمله هو. هو اللي يعمله هو ميكي. الهدف ان احنا نبقى شبه بعض. انا وانت؟ لا انا وهجرس. ما انتوا شبه بعض على فكره انا فاهم منكم كتير. بص هجرس بس بقى بس ميكي ميكي ركز ركز والنبي. دلوقتي انا وهجرس عايزين نبقى احنا الاثنين شبه جوني. طب ما انا اكتر واحد شبه جوني ما اعمله. طب ليه ما انا اصلا جوني ما اعمله انا؟ اه صحيح بيعمله هو. هو اللي يعمله. احنا مش عايزين نعمل جوني. احنا دلوقتي عايزين انا دلوقتي عايز ابقى زي هجرس بالظبط. هجرس ده بقى هيعمل جوني يعمل خالد الصاوي. خالد الصاوي بعيد قوي وبعدين بعيد هو اصلا مليان شخص. يا ابني مش طب ما ناخد من الشخصيات اللي احنا بنتكلم فيها حد خلي شخصيه تاني كل حاجه. طب بالهداوه بالراحه افهم الخطه يا ميكي. دلوقتي انا هلبس لبس هجرس تمام نبقى احنا الاثنين شبه بعض واخش له الاوضه معايا حقنه مخدره هضربها له يروح في النوم. يجي بقى الكبير. الكبير اللي عامله هجرس؟ لا الكبير حقيقي بالظبط. يجي بقى الكبير دهوت ياخد هجرس يرميه في اي 60 دقيقه. هنا بقى يجي دورك يا مكي. مكي الحقيقي؟ ايوه مكي. لا محدش مكي غيرك انت بس اللي مكي. ايه ده شويه. بص يا مكي دلوقتي لو حد من التصوير شاف الكبير دهوت وهو ساحل هجرس فانت تقول لهم ان الكبير ده الدوبلير بتاعك. هو شبهي قوي كده؟ لا شبهي انا قوي كده من اخوه توام. طب ما اعمله هو. اه صحيح طب ما اعمله انا. هو ايه اللي تعمله انت وتعمله هو؟ هو معمول جاهز. مين اللي عمله؟ ربنا. فيها يا مكي. اهدى اهدى فهمت دورك ايه؟ انت ما فهمتش حاجه صح؟ بصراحه لا. يلا يا استاذ عايزين استاذ سلام جوه بسرعه. ايوه سو كيوت. شوف شفت عمال فينا ايه؟ مكي انا لازم اتحرك ما فيش وقت حاول تساعدني. يلا ان شاء الله خير ان شاء الله خير. الو كبير كبير حقيقي وصلت؟ حلو قوي. ازيك يا حياتي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. انا جوه؟ اكيد طبعا مش جوه. طب كويس. استخبى له فين ده بقى؟ منور يا ندم. مش كفايه كده هجرس؟ سلام تشوف يا فنان انا سلام. انت اللي هدرس وستين هدرس. ولا بقول لك ايه انا خلاص جبت اخري انا النهارده يا قاتل يا مقتول. بص هجرس دي اخر فرصه ليك يا اما تاخدها من قصارها كده وتتكل على الله ترجع لحياتك وترجع لحياتي يا اما والله العظيم ثلاثه انت مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ هتديني حقنه مهدئه في رقبتي فاروح في النوم فيخش عليا الكبير عشان يخطفني ويتويني في اي داهيه ولو حد من البلاتو شافه وقال له انت بتعمل ايه ميكي يقول لهم ده الدوبلير بتاعي صح. يخرب بيتك ايه الاستنتاج ده؟ هما اللي بيقولوا عليك غبي؟ شكلك انت اللي غبي. استنتاج ايه؟ في حد هيستنتج كل دي؟ انا سمعتك. سمعتني ازاي؟ ولا يخرب بيتك انت مركب لي ميكروفونات؟ لا ميكي هو اللي مركب ميكروفونات. ميكي؟ يعني ميكي بعني؟ هو للدرجه دي مزنوق؟ بعك ايه؟ ما تفهم يا فنان انا لما عرفت ان كل ممثل لازم يحط ميكروفون عشان صوته يطلع قدام الكاميرا رحت الكشك الصوت اللي دام بالمونيتور. كشك اسمه راك. ايوه هو دي. رحت الراك وقلت له انا عاوز سماعه قدر لي سماعه بخمسة جنيه علشان اسمع زملاء الممثلين بيشتموني ويقولوا علي ايه في ظهري بس ربنا نصرني. سمعتك انت وسيدوني ومكي
وانتوا بتخططوا عشان تخلصوا مني. بقول لك ايه؟ سمعت ما سمعتش مش فارقه معايا، انا لازم اخلص منك. ولا اثبت عدل. لا لا لا، بتعمل ايه؟ هجرس هجرس، السلاح يطول. خلاص هدرس الطيب اللي كنتوا تعرفوه زمان مات، وحياه امك هو اللي كنا عارفينه ده كان طيب. ايوه كان طيب، وانتوا اللي قتلتوه. قتلتوه بطمعكم ودشاعكم. طمعنا ايه وجشع يا ابني؟ في القصه من اولها لاخرها انت اللي شرير. ايوه صح. بقول لك ايه، شرير ما شريرش انا لازم اخلص منك. هتغدى بيك قبل ما تتعشى بيا. لا ولا استاذ سلام، يلا بينا احنا ريدي نصور. ازيك يا استاذ؟ استاذ سلام عايز يقتل استاذ سلام. يا استاذ مكي بعد اذنك، هو احنا قدامنا قد ايه يا استاذ عشان نصور؟ الاستاذ محمد سلام اتاخر علينا قوي، يعني مش معقول كده والله. بيعمل حاجه بس بسرعه وجاي. حاجه ايه دي؟ بيتقمص. هو كل مشهد بقى يقعد يتقمص وياخد الوقت ده كله؟ مش معقوله يعني، عمرنا بيتسرق في المسلسل ده. يلا اوعى يلا مكي، خد يلا الحق مكي، ما تصدقوش مكي. يا نهار اسود، الواد المجنون ده عارف الخطه وعاوز الكبير يستخدم بداله. انتوا الاثنين بتقولوا نفس الكلام في نفس الوقت وانتوا نفس الشكل. هو في ايه بالظبط يا استاذ؟ بص يا، حكايه عجيبه جدا، بس ان شاء الله قدام ناوي ما احكيهالكش عشان اساسا مش هتفهمها. بس انا ممكن اختصر لك دلوقتي، هما الاثنين دول واحد فيهم هجرس والتاني سلام، وانا اصلا بدور على هجرس. الله، طب ما هو انت اصلا هجرس. لا 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 لا، ما تزودليش ما زود... انا ما صدقت مخي يلم شويه حاجات، مش كل ما اجي اطلع من الحفره حد يزقني فيها تاني. مكي انا سلام، حتى بالاماره لما قلت لك هلبس لبس الدوبلير بتاعه وادخل جوه عشان اخدره. صح، يبقى انت هجرس. ده كده، حتى بالاماره يا مكي لما قلت لك لو حد شاف الكبير قول ان هو الدوبلير بتاعك. ايوه صح، انت قلت لي، وانت برضو الكلام ده، انتوا الاثنين سلام. يبقى الكبير خطف هجرس، الحمد لله خلصت. ازاي يعني احنا الاثنين سلام؟ هنيجي ازاي في نفس الوقت؟ مكي ابوس ايدك ركز معايا، انا قلت لك انت الوحيد اللي هتعرف تخلصني. انا محمد سلام، والله والله العظيم كذاب، ده انا الصبي يا مكي سرق شخصيتي وفيلتي وحياتي. انا محمد سلام، انا محمد سلام، انت هجرس، انت اللي هجرس و60 هجرس. انا سلام. كفايه كفايه، انا هجرالي حاجه، انا ماشي. اثبت مكانك يا دي انت وهو، احنا جايين ناخده امانه. ايه ده؟ واه ده نظام كوبي بيست ولا ايه؟ باه ايه ده؟ ايه الحاجه يا كبير؟ اتكلمنا في عالم الميتافيرس اللي هيقولوا عليه. انت فرحان ولا ايه؟ وانا جايبك الملاهي يا ده، كانك مفكر بيت المرايات. مين فيكم هجرس؟ قول لي واه ايه ده؟ انت مزيج ولا ايه؟ انت هجين؟ هجرس على جوني على هو انت كبير؟ ايوه انا احمد مكي. واه فنان احمد مكي، تلاقي الشخصيات، تلقاك ما عرفتش شخصيتك الحقيقيه شكلها ايه، روح اتعالج عند الدكتور نفسي. هو انت في ايه بالظبط؟ الله، في ايه يا اخوانا؟ انتوا موقفين التصوير ليه؟ في ايه يا سلومه؟ يا ولاد الايه؟ انتوا بقيتوا تعملوا جرافيك على الطبيعه؟ بس حلو اهو، نوفر. بس خلي بالك انا مش هدفع غير اجر ممثل واحد بس. انا هفهمك يا برنس، دلوقتي الاثنين دول فيهم واحد سلام. اه الاولاني اللي مضى معاك جاب التاني يلبس مكانه، فاهم قصدي؟ وهو ما عجبوش الفيلم فالفيلم ضرب، فالاولاني بقى عايز يرجع ياخد النجاح بقى اللي عمله التاني، لانه عايز يعمل الاولاني. التاني عايز يعيش حياه الاولاني، والاولاني زعلان من التاني لانه سرق الاولاني. انت هرش اولاني في تاني؟ اه ده كده جابت فتيس يا ريس. ما احنا عايزينك تزق معانا بقى، يمكن تنتش. يعني انا شغال مع مين فيهم؟ انا مش فاهم حاجه. ايه؟ شوف انا في الحالات اللي زي دي السيئه بتاعهم، انا اخدكم كلكم بربطه المعلم عندينا في المخزن، وانجي فيكم على رواقه، افرز اطلع عاد السلام والمسلم شي، الهجرس والمهجرس شي، المكي والممكي شي. اسبوع؟ لا اسبوع ايه، كتير. والفلوس اللي اترمت على الارض دي مفيش حاجه اسرع يا كبير؟ فيه طريقه تاخد يمين بالكتير. ايه؟ نخطف ابو الواد هجرس، نرموه للديابه ونعذبوه. الواد هجرس الحقيقي هينهار ويعترف. كانك ما خبرتش هو مين هجرس، ما هو مش بني ادم من اساسه، مش بعيد يمد يده ويضرب ابوه معانا. والطريقه دي هتخلي السلام الحقيقي هو اللي يبكي. باه ليه؟ ما هو جواه انسان وفنان، هيبقى رهيف وبقديه حنطخه سلام بالغلط. ايه
أنا عندي طريقة تاخد ساعتين زمن. إحنا هنقطع لكل واحد منهم صباع ونلفه بفويل ونبعته على المعمل يحلله دي إن إيه، واللي هيطلع منهم هجرس هنطخوه بالنار. لا صوابع إيه اللي نقطعها؟ دي مصور بيها، دي راكور. ما تحلوها بالجرافكس ولا الزقوا الإصباع المقطوع دي بشكرتون أخضر ولا حاجة. يا جماعة إيه العبس اللي بنقوله ده؟ لا 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 أفكوكم من حوار القطع والخطف. إحنا لو الناس بنفهم بجد ندي أوسكار لهجرس بصراحة. يعني الراجل ولا ليه في التمثيل ولا عمره درسه ولا عنده أي خبرة فيه، ومحيرنا مش عارفين هو مين فيهم. بس أنا أقدر أطلع هجرس حتى لو وسط مليون بني آدم، لأنه هجرس لو قدر يمثل على الدنيا كلها مش هقدر يمثل علي أنا. عارفين ليه؟ لأن الصحاب الحقيقيين ما يقدروش يمثلوا على بعض. وهجرس مش صاحبي عادي، هجرس literally my best friend، زي ما بتقولوا كده أخويا لما خلفتوش أمي وأبويا. تعرف يا كبير، بس ما تزعلش مني، لما الدنيا بتسود في وشي وببقى عايز أفضفض ما بروح لكش أنت وبروح له، رغم أن أنت أخويا التوأم وربنا يعلم أنا بحبك قد إيه. بس هو بيفهمني حتى لو مش بتكلم بيفهمني، رغم أنه حرامي وبيسرق مني حاجات، والآي كيو بتاعه أقل من الآي كيو بتاع المايكروويف القديم مش السمارت الجديد، بس قلبه أبيض وروحه نظيفة. أقول لك على التقيلة، لو هدرس ما كانش في المزاريطة أنا كان زماني في أمريكا من زمان. هدرس صح يا سيدوني، حبيبي يا سيدوني. قفشتك يا ابن الحرامية، فلوس البوجي فين يالا؟ مش معايا، معاه هو، انا محمد سلام. انت هتستعبط قبل سخافه البورس يضرب بشبشب يفضل يعمل كده؟ عفارم عليك يا ولد ابوي. ماشي لا مؤاخذه، نتكلوا احنا على الله. ايوه بالحق، انا راجع مره تانية ومعايا حد شخصيه زينه عسل اسمها اشرف، جايين عشان خاطر الكوبي رايتس اللي هي الحقوق الفكريه الملكيه، علشان خاطر يعني الدوار الزين ده والشخصيات اللي زي العسل اللي انتوا عاملينها. تفضل جناب. قدامي. ارجع لك تاني، لا انت انا يا محمد يا سلام. قدامي يا حيوان، قدامي. سلام يا جوني بيه. الحمد لله على السلامة يا سلام. هم ونزاح. بلا مأخذة يا استاذ، انا من محبينك ويمين بالله يعني عندي موهبة التمثيل، ده غير اني احب النادي اللي جنابك هتحبه كريستال بالاس، وكان نفسي يعني في فرصه زينك ده اي دور مع جنابك ان شاء الله حتى دوبلير في المشاهد الخطره. لا هو انا ما بعملش مشاهد خطره ولا حاجه، انا ادوار اجتماعيه يعني، راجل راجع من الخليج جوز اخت البطله، ما اعتقدش اني هحتاج دوبلير يعني. بس انا يمين بالله موهوب واخد ورك شوب، كيف تتجنب الخوف من الكاميرا واداره الانتاج في يوم واحد؟ فيعني الله يرضى عليك، اديك عرفت المطرح، لو عزتني محسوبك فزاع، اي خدمه امر جنابك. تمام، انت قلت ايه؟ فزاع، امر جنابك. امر جنابك؟ ماشي ان شاء الله، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حلوه امر جنابك دي. لا مالكش دعوه بالعالم دي خالص، اسمع مني والله هشام. غريب قوي، هو غريب قوي. وبعدين ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بيتي اتخرب. ولا اتخرب ولا حاجه، يعني احنا لسه فيها اهو. طب ايه يا سلومه؟ عايز ايه؟ ما تكمل معايا انت المسلسل دوت، ولا من شاف ولا من ديري، بدل الديكور اللي هيروح في الارض ده. مسلسل ايه؟ مزاريطه؟ تاني مزاريطه؟ واقعد طول الوقت بقى انا وميكا اقول له يا هجرس يا هجرس؟ لا 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 استحاله، انا اصلا بطلت تمثيل يا برنس، انا دلوقتي كل اللي عايزه بحر، مركب، بشراع وشاكيرا. يا عيني. لا اسمع، شاكيرا مش شاكيرا. باي. سلامه. هي دي كانت طموحاته فعلا من الاول. طب هو راح مع شاكيرا، انا هنيل ايه دلوقتي؟ والمسلسل؟ بص يعني هو بصراحه يعني قماشه المسلسل حلوه، يعني 100 مليون حد يتمنى يعملها. طب ما تعمله انت يا استاذ. لا 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 لا، يعني بعيد عن تفكيري، وصعب ودورين، ويعني بالعكس، انت بقى تثبت له ازاي الصعيدي بيتعمل، ده تحدي بالنسبه لك. ما تتوكل على الله، بتعمله انت نجوميه. بس انا مش حملك. انا ما عنديش الا ديكورين بس، الدوار والقريه. تقول لي بقى نروح كينيا، نطلع الفضاء، نعمل مهرجان المزاريطه، مش هينفع الجو ده. لا لا لا، بص الموضوع بسيط، لو انا هعمله احنا نعمل حاجات، يعني الفكره في الفكره مش في الفلوس. صح. يعني مثلا امريكان فوتبول. الله، حلوه دي يا استاذ. في نفس الديكور. في نفس الديكور.
الو، ايوه يا جوني. ايه معوش تاجي تمتع عينيك وتتفرج على هجرس واحنا بنعذبوه؟ ده انا ناوي اربطه ورجعه شرفات. لا لو مشغول خلاص، ربنا يقويك، هبعتولك فيديو. والواد اتاخر ليه على ميعاد التعذيب؟ مش حوايده يعني؟ السلام عليكم يا كبير. تأخرت ليه يا ياد؟ معاد تعذيبك الساعة 7، وعيت تكون كنت ناوي تهرب. أهرب؟ لا كبير، مش هدرس اللي يهرب، أنا دايلك بمنتهى الشجاعة. برافو برافو، أنا بردك بحب الراجل اللي ما يهابش. عموما يا دوب نلحق السيشن من أوله. يا أشرف أمرك يا كبير. بص هنا، عاوزك تاخد هجرس وتعذب وعزيبه زين. بص هنا امرك يا كبير. يلا هجرس. يلا استنى. يلا هجرس. امان عليك يا كبير. لما تعمل بريك في التعذيب ابعت هات لي ب200 جنيه دمبري من دم بالدبل بدل ستوب ستوب يا مكي. انا مش هعمل هجرس ده، مش عايز اعمله يا ابني. ده شخصيه اي حد يتمنى يعملها. دي مركبه. مركبه ايه؟ دي مسطحه، دي مهزقه، ده ما حدش هيجيبني في دور محترمه بعد كده، مش هعمله. لا طب ما حلو، نوع، اعمل ادوار كده وادوار كده. وبعدين هل انت اشتغلت على تاريخ الشخصيه؟ تاريخ مين؟ هو هجرس ده ليه تاريخ؟ ده رحله صعود صرصار. بس الصرصار مختلف. في حد شعر اخضر يا مكي؟ نحاسي. ما مش ده موضوعنا. بقول لك ايه، مش هو عاجبك قوي؟ اعمله، اعمل انت هجرس وانا اعمل الكبير. خد الشنب وهات الحاجب. هي مؤيده، هي مؤيده. عندك الحاجب وتديني مانجا. بص 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 عليه كويس قوي، هتلاقي شكله شبهي اصلا، البون ستراكشر واحد. شبهك ايه الكبير ده؟ مش شبهك اصلا، ده شبه انا. على اساس انه الماني. الماني خلاص، اعمل انا جوني وتعمل انت الكبير. مش جوني ده الماني؟ لا امريكاني. مش فارقه، هي هي، هعمل انا جوني واعمل انت الكبير. ملوية يا هشام، ملوية. يعني في الدراما، في الدراما هما الاثنين توأم، يعني لازم نفس الممثل. انما كده بقى هيقولوا بقى جاب صعب وهي شلاليه وماشي. انت هتصيع يا مكي؟ هتشتغلني؟ ما انا كنت بصور اللعبه وزي الفل، وجيت انت سخنتني على شيكو وقلت لي تعالى نعمل حاجه سوا. بقول لك ايه، انا هرجع لشيكو ومش هعمل الكبير قوي، وهنعمل التخين قوي. لا 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 لا، وهغني التتر. ما تهزرش. انا التخين، انا التخين. ما تهزرش. انا التخين. هشام ما تهزرش. هو التخين، هو برضو ممبار وفتة وكشك بطة اشرب شوربة سمين، اتخمل منوف يا روح اكل. بس يلا بس بس يلا بس. ابوي ايه في ايه؟ خلاص خلاص خلاص. ابني الكبير. هو دلوقتي يعني ما بنصوروش ليه؟ فين راح الأستاذ ماجد؟ ماجد مين؟ ماجد هاشم. هشام ماجد؟ قفش ومشي، مش عايز يعمل دور هجرس. ده مفيش ممثل عرضنا عليه دور هجرس ده ورضي يعمله، ده احنا كلمنا واحد كوري ومرضيش. أبوي! في ايه ياد؟ عجبتك؟ طب ما تاخد الواد. مين؟ عتره. يعمل ايه؟ يعمل هجرس. ممثل المشكلة، بس بلاش هجرس ده. انا ممكن اعمل عمو جوني. ايه ده؟ ايه بتوقع من دور ال13؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ده انا شايفه بالظبط، بس يعني الهوندا اكسنت عندي مش احسن حاجة. يا نهار اسود. لا مؤاخذة، يا نهار، والله المسلسل بيروح يا كبير. لا لا لا، ولا بيروح ولا حاجة، ولا بيروح ولا حاجة، بس اتفاق خير يا كبير. ها؟ انا اللي هعمل دور هجرس، حتى انا بجلده بالظبط. شوف انا دبت الحاجه كبير. لا 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 لا، اشرف واه ملك الصالح، انت بالوسط الفني هيبوظوك يا ولدي، بيخرجوك تروش معاهم في شارع ال90 وتأفتر لي في نيوجيزا. اهدى، خليك في الحراسه. المهم يا كبير، هنجيب مين مكان هجرس دلوقتي؟ انا خايف اقول لك اللي جوايا تزعل. هزعل اكتر من كده؟ قول. مكي. ماله؟ مش عاجبني من اساسه مكي. مش جابص الشخصيه زين. أنا راجل عمدة وصعيدي وبقول لك. يعني أنت عايز تعمل إيه؟ غيروه. غير مكي؟ عادي.
وحتى لو هنغيره هنجيب مين؟ المسلسل اسمه ايه؟ الكبير. وانا اسمي ايه؟ الكبير. وانت بالمفهوميه برضك وهنقدروك. لا طبعا انت تنور يا كبير في اي دور، وده كفايه ان انت مستضيفنا في الدوار وبنصور فيه حبيبي. انا بس مشكلتي مكي صاحبي، اجيبها له ازاي؟ اقول له ايه؟ لا لو على اعتذار يعني مقدور عليه. اشرف امر يا كبير. الامر لله يا ولدي. انا عايزك تاخد استاذ بكي ورجالته بكرفانه وتحطهم لي في المخزن، واحنا نعتذر لهم على رواقه. امر جنابك يا كبير. ضن شعلل يا كبير شعلل.